صباح الخير وصباح الهنا والسعادة على حضراتكم، وعشرة الصبح في الأهلي منتصف الأسبوع، وأخبار كتيرة جدا. وأخبار النهاردة معانا يعني خليني أقول مفرحة جدا، وهقول فعلا صباح النصر، لأن اللي حققه النادي الأهلي امبارح شيء محترم جدا، وبالمناسبة كنا متوقعين ده. ولما امبارح كنت بقرا مع حضراتكم الأسماء المرشحة، وكان طبعا ضمنها النادي الأهلي الحمد لله في أكتر من جايزة، قلنا إحنا قريبين جدا مش بعاد، والحلم ممكن فعلا، ومش حلم صعب كمان، بس ممكن يبقى حقيقة إن إحنا ناخد أكتر من جايزة في الاستفتاء الأخير والكاف. وكان يعني أنت مش بتنافس مع ناس قليلة ولا ناس مثلا من منتخبات ودول متواضعة، أنت بتنافس مع أسماء عالمية، لكن أنت كمان هرجع أقول عالمي. فالحمد لله هنتكلم في كل التفاصيل، بس لازم نقول مبروك علينا أكيد جميعا. صباح الخير والنصر. صباح الفل عليكي، صباح الفل على مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. لما بنيجي نقول عن النادي الأهلي أنه هو سيد أسياد أفريقيا ما بتبقاش مبالغة، احنا بنتكلم بيه باسلوب معين اللي هو اقرار لواقع، ولما الكاب شخصيا يؤكد على هذا الواقع يبقى احنا مش بنبالغ باي حال من الاحوال. بنرحب بكل حضراتكم في بدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، اكيد هتكون مليانه تفاصيل عن هذا الحدث الكبير اللي نتج عنه فوز النادي الاهلي باكثر من جائزه، واعضاء النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي واهداف النادي الاهلي جايين لكل حضراتكم في التفاصيل. ولكن اسمحوا لنا ان احنا في البدايه ننقل طبعا تعازي الكابتن محمود الخطيب وكافه اعضاء مجلس الاداره والاداره التنفيذيه بالنادي الاهلي وشركه برزنتيشن لايف وجميع العاملين يعني بيها. الكل بيتقدم بخالص التعازي للاستاذ ايهاب الخطيب مدير قناه الاهلي ورئيس قناه مدرستنا في وفاه والده، تغمده الله سبحانه وتعالى بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته والهم العائله الكريمه الصبر والسلوان. خالص التعازي للاستاذ ايهاب الخطيب. انا كمان ما كانتش عندي فرصه ان انا يعني اتوجه ليه بالتعزيه، فرصة ان انا اتوجه ليه بالتعزيه زميل عزيز ويعني حقيقي من الشخصيات المحترمه جدا. خالص التعازي، وربنا يجعل يعني قبر الوالد روضه من رياض الجنه باذن الرحمن. تعالوا بقى نتكلم شويه عن الساعه الثانيه من حلقتنا النهارده. كالعاده الساعه الثانيه بيكون معانا دايما فيها فقرتين حواريتين. الفقره الاولى النهارده هيكون لينا فيها حديث مطول عن الالعاب الرياضيه الاخرى بخلاف كره القدم، ودي الفقره اللي هتنورنا فيها الناقده الرياضيه دعاء بدر. الفقره الثانيه بقى هي اللي هيكون فيها حديث كروي مكثف مع الناقد الرياضي الاستاذ نادر عبد الناصر، واكيد هنتكلم معاه في اللي جاي، ولا سيما ماتش يوم الجمعه اللي جاي ان شاء الله. طبعا يعني خلينا بس نقول مره ثانيه تعزينا لكابتن ايهاب الخطيب. وطبعا احنا امبارح يا كريم قبل الهوا تقريبا باقل من 5 دقائق الخبر كان واصل لنا، كان يعني لسه والده متوفي. لكن من الحاجه بصراحه اللي احنا شاهدناها كمان، وانا على المستوى الشخصي في كابتن ايهاب بصراحه وبحترمها جدا، ان هو بار جدا باهله. يعني طبعا من فتره برضو تقريبا سنة ونص كانت والدته شوية تعبانة، هو يعني عارف مهما كبرت في السن ومهما أهلك كبروا في السن، بس أنت بتفضل بار بأهلك لغاية لما يعني آخر نفس خلينا نقول ربنا مديهولك. فده شيء محترم جدا ويدل على تربية أكيد محترمة. الله يرحمه، لأن هو زي ما كنت بقول لحضراتكم كان تعبان جدا، وكان كمان في الإنعاش في حفلة وشوشة كابتن إيهاب كان بيقول أن هو كان يعني اضطر أن هو يسيبه في المستشفى في الإنعاش عشان يجي عشان يستلم جائزة النادي الأهلي ويرجع تاني. فالله يرحمه ويصبر العيلة أكيد جميعا. أعتقد العزاء يا النهاردة يا بكرة لسه مش عارفين، بس أكيد هنعلن برضو. على كل حال زي ما احنا بنتكلم، وخلينا بقى نتكلم ونبدأ كلامنا ونقول فعلا فعلا مليون مبروك للنادي الأهلي والجمهور المحترم والجمهور العظيم اللي بيكون سبب ورا كل نجاح برضو يا كريم. صحيح. ومجلس الإدارة المحترم واللعيبة والجهاز الفني. نادي الأهلي بيحصد لقب النادي الأفضل في إفريقيا لعام 2023 متفوقا على كل أندية القارة. بنتكلم في حفل يعني كبير جدا وعالمي بالأمس، توزيع جوائز الكاف لعام 2023، ويعني المغرب كلها كانت بتحتفل، ومش بس المغرب، كل الدول كانت بتحتفل، كل الدول كانت بتتابع، لان زي ما بقول لحضراتكم الاسماء اللي كانت مرشحه كلها اسماء عالميه، فما هوش حدث مثلا افريقي او عربي او محلي، لا ده حدث عالمي، استفتاء عالمي، كل العالم وكل الصحافه بتتابعه. يعني كلام كتير جدا محتاجين بصراحه ان احنا نقوله، ومشاعر فعلا عظيمه جدا جوانا كلنا. لكن بجد شيء محترم المشهد اللي احنا شايفينه ده دلوقتي كاهلاويه، وامر منطقي وطبيعي برضو. خلينا نقول على فكره فوز الاهلي كريم بلقب أفضل نادي في إفريقيا عام 2023 حققنا فيه بتالي كل البطولات المحلية والقارية باستثناء طبعا بطولة السوبر الأفريقي. ويعني برضو لو جينا بصينا على إنجازات النادي الأهلي 2023، هي كانت سنة حلوة بصراحة على النادي الأهلي، سنة استثنائية. هتلاقيه بطل الدوري المصري برصيد هنا 83 نقطة، حقق المكسب ده 25 مرة وتعادل فيه 8 مناسبات، خسر مباراة وحيدة،
لكن أكبر نسبة فوز وأكبر عدد تسجيل أهداف كان 63 هدف، وأقوى خط دفاع كمان يعني سكن المرمى بتاعه 13 هدف. فبلغة الأرقام شيء محترم جدا. اللقب ده كان تقريبا آخر مرة خدناه كريم كان 2013، فغايب عننا 10 سنين برضو. دي سادس مرة بالمناسبة برضو النادي الأهلي بيحصل على هذا اللقب. فإنجاز مش هنقول جديد، لكن إنجاز حلو إن أنت برضو بتعود مرة تانية. في كده أوقات بيحصل دروب، ممكن الدروب ده يبقى سنة 2 3، هو في اللقب ده تحديدا كان بعيد شوية، لكن أنت بتعود مرة تانية، فأعتقد ده إنجاز كبير. بالإضافة طبعا لسه الجوائز اللي احنا حققناها بالأمس، اللي بجد يا كريم لا حاجة مشرفة فعلا، لأن ده استفتاء محدش يقدر يجي يقول لك أصل حد بيجاملك على حسابه خالص. على فكرة الأسماء اللي كانت مطروحة واللي كانت بتكمبيت معاك أو بتنافس مع الأسماء بتاعتك سواء اللعيبة أو حتى الأندية، أسماء كبيرة أسماء عظيمة، ما ينفعش أصلا حد يجامل حد على أساسها. يعني هو على ذكر ان السنه اللي فاتت كانت سنه حلوه، فهي كانت سنه حلوه جدا لدرجه ان هي صعبت علينا السنه دي. صح. وللامانه هي مهمه مش سهله، فكره ان انت توصلي للقمه وارد، لكن دايما يتقال بقديم الازل الحفاظ على القمه ده اللي صعب. اكيد بنتمنى ان شاء الله ان كل المواسم اللي جايه ما تقلش عن اللي فات. كمان الاهلي يعني النادي الاهلي كان حقق لقب بطوله كاس مصر متفوقا على بيراميدز في النهائي بهدفين مقابل هدف، لو حضراتكم فاكرين سجلهم كهربا وحمدي فتحي. لكن طبعا يظل الانجاز الاكبر والاهم كان فوز النادي الاهلي بلقب دوري ابطال افريقيا، البطوله الغاليه جدا والعزيزه جدا على قلوب كل الاهلاويه، يعني لعيبه وجهاز فني ومشجعين بطبيعه الحال. النسخه الاخيره طبعا كانت كلها تحديات، ابتداء من مرحله دوري المجموعات اللي تعرضنا فيه لموقف صعب جدا، لغايه بقى الجوله النهائيه اللي فزنا فيها على الهلال السوداني بثلاثيه. بعدها الحمد لله تخطينا تقريبا كل الادوار الاقصائيه بمنافسه قويه جدا، لغايه لما تاهلنا لنهائي يتوصف بانه كان نهائي تاريخي امام الوداد المغربي. كسبنا في القاهره 2-1 وسجلنا تعادل غالي جدا في كازابلانكا بهدف من راسيه محمد عبد المنعم، عشان بالتالي نتوج باغلى الالقاب. اللقب اللي منح لنا الى جانب لقب البطوله منحنا كمان لقب افضل نادي في افريقيا. بالمناسبة الأستاذ طارق أنديل ممثل النادي الأهلي في الحفل اللي أقيم عبر عن سعادته الغامرة، وقال نصا في كلمته، قال باسم مجلس الإدارة، باسم مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب، أتقدم بالشكر لكل الحضور ولمسؤولي الاتحاد الإفريقي، ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أتقدم بخالص الشكر إلى الأشقاء في المملكة المغربية على هذا التنظيم الرائع والذي يعكس المكانة الكبيرة التي تتمتع بها في تنظيم أكبر الفعاليات العالمية. وطبعا وجه الشكر كمان إلى كل من دعم ترشح النادي الأهلي للمنافسة على هذه الجائزة الرفيعة. مليون مبروك والمزيد من الجوائز والمزيد من الانتصارات الفترة الجاية. بص خلينا نقول حاجة بقى ونبقى متفقين عليها، لما تيجي تشوف المشهد بالأمس، المشهد ملوش علاقة بس بالنادي الأهلي بالمناسبة، المشهد ليه علاقة إن مصر كانت حاضرة بقوة. خلينا بقى متفقين، ملهاش علاقة بإيه النادي اللي أنا بنتمي ليه، بس هو بطبيعة الحال النادي الأهلي هو رقم واحد. فرقم واحد لما بيمثلك في أكتر، وتقريبا مش في أكتر، وفي 90% من المحافل الدولية اللي هي مصر بتكون ممثلة فيه، يعني أعتقد ده أمر محترم جدا. فامبارح نقول مش النادي الأهلي اللي كان حاضر بقوة، امبارح مصر كانت حاضرة بقوة، ده كلام ما فيهوش يعني شك أبدا. فمشهد كان محترم جدا. وكمان اللي عجبني أكتر الجايزة اللي جاية بقى، فكرة ان احنا نتكلم ان المحترف بتاعنا بيرس تاو بيفوز بلقب افضل لاعب داخل القارة، يعني ده امر شوية ناس كانت متشككة فيه. احنا كأهلوية قلنا ده امر طبيعي على فكرة، لان بيرس تاو كان افضل نجوم الفريق بكل تأكيد. خلينا نقول برضو كان ليه مساهمات عظيمة جدا، يعني بلغة الارقام وسجل 5 اهداف في دوري ابطال افريقيا، منهم اهداف كانت مهمة جدا وقت الترجي والوداد في الادوار النهائية زي لو حضراتكم فاكرين. ده غير دوره الكبير في فوز الاهلي طبعا ببطولة الدوري، يعني شيء محترم. وتاني هرجع اقول انا بحب جدا لما حد يكون يعني بيتم انتقاده بشكل كبير او بيبقى فيه تشكيك فيه بشكل كبير، ان هو بيلتزم الصمت تماما والرد بيبقى على الارض، ده حلو جدا يعني كريم. بغض النظر عن ان هو مش هيعرف يرد يعني بلهجتنا او بنفس الطريقه اللي كان بينتقد فيها من بعض الناس، لكن هو لقى هجوم كبير جدا تحديدا وقت موسيماني اول ما جه، قال لك ايه الصفقه دي يا جماعه، يعني ما لقيتوش غير الرأي وايه حجمه ده، ناس قعدت تتنمر حتى يعني على فكره طول اللاعب في الملعب ملوش علاقه، حتى ناس قالت لك وكان وقتها في مقارنه لك هو ميسي علاقته برضه بالمواصفات اللي المفروض تكون موجوده في لاعب كره القدم، ملهاش علاقه ابدا يعني. لكن بيرس تاو
قدر ان هو يثبت نفسه في الملاعب ويرد على الارض زي ما بيتقال، لغايه لما فاز بحاجه او بجائزه يعني بيتنافس عليها. انت طبعا شفت المنافسين اسماء عظيمه، فلا بجد انا سعيده جدا ببيرس تاو. ده ياكد لنا تاني ان لازم عندنا ثقه في اي صفقه النادي الاهلي بيجيبها، لان لو الصفقه حتى تمت وما كانتش على افضل يعني صوره، النادي الاهلي بيعرف يتصرف من غير لما بيضر اي حد، يعني بيبقى ليه دايما الحلول الموجوده بالشكل المحترم اللي يليق بالنادي الاهلي. فلا بيرس تاو صفقه رائعه جدا، بنشكر اكيد موسيماني عليها، لكن فعلا فعلا برضو كولر ليه دور كبير ان هو قدر يبرز الفنيات الرائعه اللي عند بيرس تاو. فمبروك علينا جميعا، وكمان مبروك لان هدف محمود كهربا برضو فاز طبعا اللي كان في الهلال السوداني بجائزه افضل هدف في عام 2023. يعني برضو كهربا يا كريم عمل موسم رائع جدا واحرز اهداف كانت مؤثره في بطولات الموسم الماضي، استلم يعني خلينا نقول برضو الدرع زي ما احنا بنقول كابتن طارق او مهندس طارق انديل، وعايزين نقول مبروك مبروك للجماهير وللعيبه. اتمنى العام القادم او العام اللي احنا فيه على الاقل يكون برضو الاهلي على القمه، ويكون قد التحديات برضو اللي بيواجهها، لان زي ما احنا بنتكلم انت خارج من موسم صعب. ليه صعب؟ لانه قوي جدا، لانه استثنائي جدا، اكيد بيحط عليك مسؤوليه اكبر، وده اللي ظاهر الموسم ده يا كريم. احنا لسه مش افضل صوره، خلينا نتكلم بصراحه، مش في افضل صوره، لكن اتوقع ان الجوائز دي يا كريم والاحتفاليه دي تحديدا ممكن تعمل لك دافع قوي أكيد. للفتره اللي جايه، اللي احنا كنا بنقول بنفتقد شويه الدوافع في الفتره اللي فاتت، بتهيالي حاجه زي كده لما الواحد بيحس يعني امتنان، لما بيحس ان في حد بيقدره، بتحس انه عايز يدي اكتر يعني. فاعتقد دي ممكن تبقى دفعه كويسه جدا، كمان انت داخل على كاس العالم للانديه، وده في كلام كتير جدا. بس يعني انا مش قلقانه بصراحه، سواء هتتكلم عن اتحاد جده او يعني اوكلاند سيتي، هنيجي لوقتها يعني، بس انا مش قلقانه ابدا عن النادي الاهلي باذن الله، هنحقق حاجه غير مسبوقه خلينا نقول. طيب بالنسبه للجوائز اللي حصل عليها كهربا بيرسي تاو، فهي جوائز عن جداره وعن استحقاق مليون في الميه. الجول اللي كنا بنتكلم عليه واللي فاز على اثره او بموجبه كهربا بجائزه اجمل او افضل هدف في 2023 افريقيا، مفيش ذره شك، مفيش مساحه اصلا للاختلاف على حلاوه وعلى جوده هذا الهدف المسجل. بيرسي تاو بقى يعني رجوعا للنقطه اللي كانت بتتكلم فيها نهاوند من شويه، هو يعني فعلا مش بس انتقد الحقيقه، ده كان في تقطيع ليه يعني، قال لك مشو بتاع وايه ده وازاي ده وكذا وكذا، وفعلا ابتداء من اول هدف سجله مع النادي الاهلي واول احتفاليه والرقصه الشهيره بتاعته الماشيه اللي كل حتى جماهير النادي الاهلي بقت اتعلقت بيها من وقتها، الحقيقه فعلا جايزه عن جداره وعن استحقاق. وبرضو كلمة حق لازم تتقال، وهنا بقى احنا هنتكلم مع حضراتكم على صعيد المنتخبات، يعني لازم نلقي الضوء على الفوز المستحق هو الآخر لمنتخب المغرب اللي حصد جايزة أفضل منتخب طبعا لما حققه من إنجاز كبير الحقيقة بالوصول لنصف نهائي المونديال، اللي قدم من خلاله مستوى وأداء عالمي بالمعنى الحرفي للكلمة طبعا تحت قيادة مدرب كبير هو وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، واللي حصد هو كمان جائزة أفضل مدرب في القارة السمراء. ده طبعا بعد اللي يعني نقدر نقول إن التفصيلة دي بحد ذاتها ساعدت كتير في ان ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي يحصل على جائزه افضل حارس مرمى في القاره. يعني تقريبا نقدر نقول ان النادي الاهلي سيطر على جوائز الانديه والمغرب سيطر على جوائز المنتخبات. المنافسه طبعا كانت قويه جدا على جائزه افضل حارس مرمى اللي طبعا ضمت بونو ومحمد الشناوي وأونانا كمان كان معاهم، لكن زي ما قلنا يعني الانجاز الكبير الحقيقه اللي حققه المنتخب المغربي كان غير مسبوق، وده اللي حسب الجائزه الى حد كبير لياسين بونو. وطبعا الحقيقه الحضور امبارح كلهم كانوا فرحانين جدا 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 بالمغرب، كان في احتفاليه بالمغرب وده كان واضح جدا من حجم التسقيف وحرص الحضور كلهم على الوقوف تقديرا واحتراما وتحيه منهم لمنتخب المغرب وكمان لوليد الركراكي. طبعا نتمنى نلاقي كل المنتخبات العربيه بهذه القوه وهذه النوعيه الراقيه من الاداء. امبارح يعني الحقيقه الركراكي قال انه بيتمنى هو كمان ان افريقيا كلها تبقى بتنافس بعد كده، بل وتحصد كأس العالم، يعني في دولة إفريقية ما تحصد كأس العالم. طبعا يعني كلنا عارفين ان حتى هذه اللحظة ولا منتخب إفريقي حصل على لقب المونديال، فنتمنى بقى مع التطور اللي يعني الكروي اللي بتشهده القارة بشكل كبير في الفترة الأخيرة يوصل حد مننا، ويا سلام لو كنا احنا، لكأس العالم ونهائيات كأس العالم، يبقى شيء فظيع. والله طبعا بص كل حاجة
في الاول بتبقى يعني حلم بعيد، بعد كده بيبقى حلم ايوه قريب، بعد كده حلم مشروع ومحقق الى حد ما، بس الفكره كلها ان انت اللي تحقق ده. عشان ده يحصل يا كريم لازم يكون في شغل كتير جدا على الارض طبعا بيتم. طبعا. المغرب مثلا لو احنا هنتكلم عنها تحديدا، المغرب عملت شورت تيرم لونج تيرم بلان، اشتغلت على كل الجوانب الخاصه بملف كره القدم عندهم. انا اتكلمت مع حضراتكم في ده قبل كده، بدايه من الناشئين، قاده الناشئين ده البيز وده الاساس، وقلت ده قبل كده، نهايه بكل ما يرتبط بكره القدم عندهم، من حكام، من مديرين فنيين، من لعيبه، من كل الامور اللي هي في الاخر تقدر تساعدك على ان انت تنهض وتطور الكوره عندك. فالمغرب بصراحه في حته مختلفه، في حته مختلفه وسبقانه بكتير. احنا يمكن كنا سابقين لغايه 2000، لكن بعد 2010 المنتخب المصري خلينا نبقى صراحه ما كانش موجود، لكن المغرب من المنتخبات والدول اللي اشتغلت بجد، عندها حلم وتارجت، حتى لو كان تحقيقه بعد 13 سنه دلوقتي بنشوف الثمار ده، لكن حصل على ارض الواقع. فلو هنيجي نتكلم عن مصر، مصر بقى ما بالك انت كنت اصلا في حته لوحدك كبير جدا. انت لغايه 2010 كنت مصنف، لما فزت مؤخرا وقتها كنت مصنف رقم 9 على العالم، برضو من اقوى المنتخبات وقتها. فلا انت عندك رصيد قوي، لكن الرصيد ده يعني ابتدى ان هو شويه يتلاشى مع السنوات. نتمنى العوده ليه مره تانية، لان لسه في فرصه ودايما في فرصه، مش حاجه لسه في، دايما الفرص موجوده يعني. لكن اكيد اكيد سعداء بالمغرب جدا، وبصراحه بقى الحق يقال وليد الركراكي يستحقها فعلا، مدرب محترم ومحترف وصغير في السن بس ذكي جدا. وفكره برضو المينتاليتي يا كريم، اللي هي عندك فكر مختلف شويه، وفكره الثقه اللي عند الجماهير ليه اصلا ان انا ادي مدير فني محلي هذه الثقه ان هو يمسك المنتخب عندي، دي مش موجوده عندنا لو احنا هنتكلم بصراحه. يعني تعالوا نتكلم كده، هل احنا في يوم من الايام، وده سؤال ممكن نطرحه لحضراتكم بعد كده يعملوا في السوشيال ميديا، هل انت ممكن يبقى عندك ثقه لو جبنا مدير فني محلي يمسك المنتخب او منتخب مصر حاليا بعد مثلا روي فيتوريا، انت مع او ضد؟ وشايف اصلا عندك الكادر ده ولا لا؟ هتلاقي الاجابات معظمها لا، ما فيش لسه الثقه دي، رغم ان انت عندك تجربتين قبل كده اكثر من رائعين، احلى من بعض، وعلى فكرة أحلى من دول بعض أكتر تجربتين طبعا أصلا ناجحين، لما طبعا كان مديرين فنيين طبعا. محليين كابتن حسن شحاتة الله يرحمه، كابتن محمود الجوهري، القصتين يعني أنجح من بعض. لكن من ساعتها بقى أنت بتكمل في خبرات أجنبية وتجارب أجنبية وغيره، ما أتتش ثمارها أبدا يعني. على كل حال مش هنتكلم بقى السنة اللي فاتت، لأن أنت كان عندك يعني لا، اللي حصل السنة اللي فاتت ده بغض النظر بقى، ده شيء اصلا عايزين ننساه او نمحوه او نمحيه كده من التاريخ بتاعنا يعني. بس اتمنى في يوم من الايام بجد يبقى عندنا هذه الثقه في ابناء الوطن بتاعنا، ابناء اولادنا، ان انا ممكن بجد يبقى عندي مدير فني محلي وصغير في السن، مش لازم يبقى كبير. دايما كنا زمان نربط الخبره بكبر السن، لا خالص، على فكره بالعكس، ممكن شخص يبقى سنه في الثلاثينات في الاربعينات وعنده من الخبره وعنده كمان من يعني الانفتاح على العامل اللي ممكن يجيب لك شغل مختلف وتطوير مختلف على الأرض، مع احترامي يعني الخبرات القديمة، أنا بشوف كده بصراحة يعني. على كل حال مبروك تاني للنادي الأهلي، والنهاردة كمان عايزين بقى نروح مع حضراتكم الملف آخر، وهنرجع طبعا للحديث بالتفصيل في الفقرة الحوارية عن كل ما يرتبط بالنادي الأهلي، لكن دلوقتي ملف تاني مهم جدا وبرضو حدث رياضي يهم أعتقد كل الجماهير الأهلاوية بشكل خاص، وهو افتتاح منافسات بقى مونديال العالم للأندية، واللي بيشارك فيه النادي الأهلي هنا بنتكلم للمرة الرابعة على التوالي يعني، بعد مشاركات كانت مميزة جدا. خلينا نرجع ليها شوية، آخر ثلاث نسخ 2021 لعبنا امام بايرن ميونخ في نصف النهائي، 2022 وصلنا للدور نصف النهائي للمره الثانيه وكسبنا الميداليه البرونزيه، و2022 لعبنا، انا قلت 21 اللي فاتت عفوا، و22 لعبنا في الدور نصف النهائي لبرده امام ابطال اوروبا ريال مدريد بقى، انت متخيل طبعا يعني بطل طبعا. ابطال اوروبا فعلا. والنسخه الحاليه انت بتتكلم برضو عندك اكيد طموحات كبيره جدا باذن الله ان احنا نكون في موقف برضو افضل، لان انت اصبح من الطبيعي والمنطقي جدا كنادي اهلي يكون دايما او تكون دايما مرشح للوصول لمنصات التتويج في اي بطوله مفروض ان انت بتشارك فيها، والتواجد كمان يا كريم في النهائي امام عملاق اوروبا، ده اللي بيطلق عليه فعلا عملاق اوروبا مانشستر سيتي، هو امر ايجابي جدا ورائع جدا. بس خلينا ناخد الامور برضو بالتدريج، لان اكيد البدايه مش سهله، واللي يجي يقول لك يا عم انت يعني حلمك هتوصل للمان سيتي يعني خلاص ارضى كده بمباراه ولا اتنين واخلص او انجز، في ناس بتتكلم باللهجه دي على فكره. ولو انت فاكر برضو السنه اللي فاتت لما طلعنا اتكلمنا مع حضراتكم لما كان في حمله هجوم، لما طلعنا رابع العالم، النادي الاهلي طلع رابع العالم، وكان في ناس
بتهاجم، والناس اللي بتهاجم دي كانت اصلا عمرها ومش كانت هي لسه ما وصلتش اصلا ان هي تشارك في البطوله دي. مع احترامي للجميع، ما بتكلمش على حد بعينه، بس انا بقول لحضراتكم حقائق وتاريخ. اللي كان واكتر من 50% كان بينتقد ده كانوا ناس اصلا ما شافتش البطوله دي، هي سمعت عنها بس، يعني سمعت عن البطوله وبعدين لما طلعنا رابع العالم زعلوا. يعني بجد في حاجات غير منطقيه تماما. بس على كل حال هنرجع نقول تاني، النادي الاهلي يقدر وفرصته على فكره السنه دي اعتقد يعني كبيره. اوكلاند سيتي من الانديه الضعيفه، يعني مش يعني بس من الانديه يعني مش كانت مرشحه اصلا، وانديه يعني سهل ان انت تفوز عليها كفنيات. انا بتكلم اتحاد جده، اتحاد جده ليس الافضل طبعا زي ما احنا متابعين خالص، عنده غيابات وعنده اصابات، واحنا لو استغلينا نقاط ضعف المنافس اعتقد ممكن ان احنا نفوز بسهوله على اتحاد جده، وهكذا بقى بعد كده ان شاء الله القادم. لكن اتمنى الوصول يعني لنصف النهائي، اتمنى ذلك اكيد. من الموروثات الكرويه اللي لازم تتغير عندنا في الفترة اللي جاية إن شاء الله، لأن حتى من منطلق وطني لازم تتغير فكرة إن أنت يكون عندك نادي مصري ما أهلي أو غير أهلي بيشارك في بطولة عالمية ما، فلتكن كأس العالم للأندية مثلا. هنا بقى ما ينفعش يبقى فيه انتماءات، يعني هنا المفروض كلنا نشجع الفريق المصري اللي بيمثل مصر، واللي لو وصل لمراحل متقدمة ولو فاز بهذه البطولة أيا كانت إيه هي، فعالم يعني عالم مصر كلها، يعني مش مجرد نادي، لازم حتى من منطلق وطني نغير الطريقه دي. ما ينفعش حتى لما نيجي نتكلم على المنتخب، لما نيجي نشجع منتخبنا هو بيشارك في اي بطوله، اللعيب الفلاني عشان اهلاوي او اللعيب العلاني عشان مش اهلاوي، يعني خلاص احنا هنا بنتكلم على مصر او بالزبط. من ينوب عنها او من يمثلها، دي من اهم الحاجات اللي لازم تتغير. اقول لك على حاجه نسهلها، تعال نسهلها، يلا سهلي. ما تشجعش المنافس بس ما تنتقدوش، يعني انا متفهمه جدا. يعني انا مثلا كان هوند، انا ما اعرفش اشجع نادي تاني غير النادي الاهلي بصراحه، بس لو في نادي تاني هيمثل مصر في بطوله ما عمري ما هبقى ضد النادي ده، وبجد ممكن ما اشجعوش، بس لو فاز مش هزعل خالص. بالعكس، مش مصر هي تعتبر دلوقتي اللي كانت بتنافس وفازت، اوكي، بس مش لازم اشجعه من قلبي، بس مش هزعل ومش هنتقد. على الاقل ما تنتقدش، على الاقل ما تقللش من النادي التاني اللي هو المفروض بيمثلك. هي دي النقطه. يعني احنا اخر مشاركه للنادي الاهلي في مونديال العالم للانديه، انا عن نفسي شفت حاجه بالنسبه لي كانت غير مسبوقه، وقعدت اتفرج عليها بامعان وكاني بتفرج على خيال علمي، لما نلاقي ان احنا بقى عدينا مرحله ان احنا ما نشجعش الفريق المصري اللي بيمثل مصر في كاس العالم للانديه، لا ده احنا كمان نشجع الفريق المنافس ونرفع علم الفريق. لا لا لا، ده كان فيه عبثيات غير طبيعيه. لا. اتمنى ان العبث ده ما يتمش تكراره الفتره. هو والله عبث بكل ما تحمله الكلمه من معنى الحقيقه. طيب تعالوا برضو نقف شويه عند واقع ما ينفعش ننكره، يعني فكرة ان النادي الاهلي مع انطلاق او مع بداية الموسم الحالي نقدر نقول ان هو مش في افضل حالاته، في تذبذب ملحوظ في المستوى وفي الاداء سواء محليا او حتى قاريا. لكن الحاجة الاكيدة برضو ان احنا دايما كمشجعي للنادي الاهلي وداعمين للنادي الاهلي دايما عندنا الثقة، وهي ثقة في محلها، ان النادي الاهلي عند اللزوم لا بينتفض، يعني ثقتنا كبيرة جدا في الجهاز الفني وفي مجموعة اللاعبين ان احنا نسجل حضور قوي في مونديال العالم للاندية. وما تنسوش ان احنا بعد كده هيكون عندنا منافسات كاس سوبر الابطال المصري، وبعدها هندخل في فترة توقف طويلة، يعني المفروض ان الفترة دي بالمناسبة نقدر بقى نستغلها مظبوط، ونعيد من خلالها حسابات كتير قوي، ونعدل من امور كتير هي كمان محتاجة ان هي تتعدل او اضعف الايمان يتاخد تجاهها قرارات حاسمة. كل التوفيق للنادي الاهلي في ضربة البداية المونديالية، وخلينا نتابع النهاردة ان شاء الله ونشوف المواجهة الاولى في كاس العالم بين العميد السعودي اتحاد جدة مع اوكلاند سيتي، ونشوف مين منهم اللي هيواجه النادي الاهلي يوم الجمعة اللي جاية باذن الرحمن. اغلب التوقعات طبعا ماشية بسكة ان بطبيعة الحال هيبقى مواجهتنا مع اتحاد جدة السعودي، لكن كالعادة برضو نرجع ونقول ان الاهلي دايما معودنا انه بيتألق في المواقف الصعبة، كل ما الموقف يبقى اصعب كل ما تألق النادي الاهلي بيكون حاضر اكتر بكتير، وبيظهر بشخصية البطل اللي بتفرض دايما كلمتها على المنافس أيا كان مين هو، وعلى أرض الملعب أيا كان فين هو. فكل التمنيات وكل النجاح والتوفيق للاعبتنا إن شاء الله. ونفسي بقى نسافر يعني. يا سلام. يعني لو ما حقناش كاس العالم للأندية عندنا السوبر طبعا في أبو ظبي، أنا أتمنى إن شاء الله، بحاول لحد دلوقتي إن أنا يعني أكون موجودة وأحضر يوم 28 بإذن الله الماتش، ماتش النادي الأهلي، يعني ساعتها مش هبقى معاك هنا. بس بسبق أهو. هتتخلي عني في لحظة. إحنا ندي أجازة للبرنامج. منفردا في البرنامج. ده لو حصل يعني، بس يعني أنا نفسي فعلا. الواحد بيبقى سعيد كمان لما بيحضر ماتشات النادي الأهلي في الخارج، تبقى فارقة بشكل
بشكل كبير جدا بصراحة يعني. هنسيب ملف كرة القدم شوية وهنروح للسكواش وهنتكلم، لأن ده برضو خبر محترم جدا وكالعادة هو خبر خاص باللعيبة المصريين. رابطة الألعاب المحترفين للسكواش أعلنت التصنيف هنا العالمي الجديد للاعبين خلال بقى شهر ديسمبر الجاري، وخلينا نقول البطل المصري برضو علي فرج واصل سيطرته على التصنيف العالمي. وعلي فرج بقى هقف عنده شويه، اولا علي عنده 31 سنه، ومش بس هو ناجح على مستوى السكواش يا كريم، ده هو كمان ناجح على المستوى العلمي. علي خريج جامعه هارفارد، هارفارد يعني هي مش واحده من التوب، هي التوب في العالم، هي التوب والاصعب في العالم، فخريجي هارفارد دول بيبقوا في العالم في الكوكب مصنفين ناس لوحدها. فبجد شخصيه او لاعب بجد حاجة أو نموذج رائع ومحترم. أنت بتتكلم بطل رياضي وفي نفس الوقت على مستوى التعليم ناجح جدا، فأنا بشوف كده، بشوف دايما الشخص الناجح لازم يكون ناجح في كل حاجة يعني في كل الجوانب. كمان التصنيف خليني أقول لحضراتكم، شاهد برضو استمرار مصطفى عسل، طبعا لاعب محترم وكبير جدا، مش سنا كبير قدرا لأنه سنه صغير 22 سنة، لاعب النادي الأهلي برضو في المركز الرابع، وجي كريم عبد الجواد في المركز السادس. كريم كان طبعا احنا اتكلمنا قبل كده أصيب مؤخرا وتم استبعاده من المشاركة في بطولة العالم، وبعد كده جه مازن هشام كمان في المركز السابع، وفي المركز التاسع كان طارق مؤمن. يعني احنا عارفين كده كده ان المنتخب الوطني للسكواش تحت قيادة طبعا او القيادة الفنية المحترمة هشام العطار يعني بيقدم اداء محترم وبيحافظ على المستوى اللي هو فيه، وهيخوض كمان منافسات بطولة العالم للمنتخبات اللي هتستضيفها نيوزيلند هنا، واللي انطلقت تحديدا بالامس لغاية هيبقى يوم 17 ديسمبر. فيعني بالتوفيق، وكده كده منتخبنا اصلا هو حامل اللقب في اخر نسخة، ففعلا في هيمنة عالمية للسكواش المصري تحديدا، او يعني لعبتنا المصريين. وبرده ده انديكيشن او يعني ده مؤشر جيد ان انت لما هتتكلم ان هي هتبقى لعبه اولمبيه ان انت ممكن تعمل برده انجاز يا كريم، رغم ان برده بعض اللعيبه، ودي نقطه مهمه، بعض اللعيبه اللي عندك دلوقتي ناجحه قوي سنها من 30 ل 36، فهي ممكن يكون ده شويه في يعني لو يقول لك طب ما خلاص وكمان اربع سنين اللعيبه اللي هي التوب بتوعك دول على العالم مش هيبقوا موجودين، بس لسه برضو عندك مصطفى عسل وعندك كذا لاعب تاني صغيرين في السن عندهم فرصه اكتر. بس انا كان نفسي الموضوع ده يتم من بدري، لان فعلا اللعيبه الموجوده دلوقتي لو كانت شاركت 100% مصر كانت هتبقى في حته تانيه، والميداليات الذهبيه كانت هتبقى وقتها مضمونه في السكواش يعني. بس يبقى برضو الملف ده من الملفات المشرقه جدا، واكيد طبعا على ما نوصل لمرحله ان اللعيبه الكبار دول خلاص ما يبقوش قادرين يستمروا في الملاعب، على ما يجي الوقت ده هيكون في اجيال ورا اجيال طلعت، لان السكواش الحقيقه احنا عندنا في مصر يعني معمل تفريغ، خط انتاج لنجوم سكواش عالميين شغال يعني كما ينبغي ان يكون يعني الحقيقه. فنتمنى نفس النجاح ده يعني دايما نقول يستنسخ في ملفات اخرى وفي رياضات اخرى، واحتمال والله اعلم احتمال ده يكون وارد الفتره اللي جايه فيما يتعلق بمنتخب مصر للجودو. احنا عندنا خبر اعتقد انه خبر حلو جدا وبيأكد فكره ان انت لما تشتغلي مظبوط وتدرسي الملف اللي انت بصدد التعامل معاه مظبوط، ويكون عندك القدره على جلب الخبرات المطلوبه عشان الوضع يتغير، الحال ككل بيتغير، واحتمال ده يحصل بحذافيره في منتخب الجودو. تم الاعلان مؤخرا عن التعاقد مع الياباني ايزومي هيروشي لقياده المنتخبات الوطنيه خلال الفتره المقبله. هذا المدرب الياباني صاحب 42 عام بيمتلك سجل مميز جدا من الانجازات سواء كلاعب او كمدرب، لان هو شخصيا سبق ليه الفوز بفضيه اولمبياد اثينا 2004 وذهبيه بطوله العالم في القاهره 2005، وعدد كبير لا حصر له من الميداليات العالميه في عده بطولات. من المقرر أن يتولى مهمة التدريب والإشراف على المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل العمرية من أجل النهوض بمستوى اللاعبين، وكمان من أجل تمكينهم من الوقوف على منصات التتويج العالمية والأولمبية بصفة خاصة. طب ده شق، الشق التاني ما ننساش أن المشرف العام على المنتخبات هو أسطورتنا بقى في الجودو كابتن محمد رشوان، اللي لفترة مش قصيرة كان محط أنظار ومحط إشادة العالم كله بأخلاقه قبل ما تكون بإمكانياته وقدراته كلاعب، وهو كان لاعب كمان، كان لاعب استثنائي الحقيقة، لكن أخلاقيا نال احترام العالم كله وألقى الضوء على أخلاق المصريين والعرب من خلال يمكن موقف واحد لكنه موقف ما يتنسيش في دنيا منافسات الجودو. بنتمنى لهم كل التوفيق في اللي جاي إن شاء الله. ده العشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم من جديد. يلا بقى نروح سوا على مقر النادي الأهلي بالجزيرة حيث تتواجد زميلتنا العزيزة هنا أبو قاسم اللي هتعرفنا آخر الأخبار والمستجدات. صباح الفل عليك يا هنا، اتفضلي احنا سامعينك.
يا صباح الفخر عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة في النادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. لكن في البداية طبعا خليني أقول لكم أن الحقيقة كلنا صحيين النهاردة حاسين بالفخر والفرحة طبعا بعد حصول النادي الأهلي على أفضل نادي في أفريقيا. وخليني كمان أقول لكم أنه النادي الأهلي استحوذ على عدد كبير من الجوائز أمس، سواء طبعا أفضل هدف للاعب محمود كهربا وأفضل لاعب داخل افريقيا للاعب بيرسي تاو، او بقى النادي الاهلي طبعا كافضل نادي لموسم 2023. الحقيقه ان هو ده طبعا على استحقاق، فاكيد ببارك لكل الاهلاويه. وخلينا اقول لكم انه الاجواء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره مليانه بالفرحه، يعني هو ده النادي الاهلي. الحقيقه دايما بنقول ان هو مصدر فرحنا وفخرنا، يا رب النادي الاهلي دائما في المقدمه ودايما مشرفنا سواء عالميا او افريقيا او اكيد محليا. وكمان بقى خليني ابارك لكل مشاهدي قناه الاهلي وبارك لينا كلنا على حصول قناة النادي الأهلي على أفضل قناة رياضية في استفتاء وشوشة. وطبعا يعني أنا هوند أبارك لك على حصولك على أفضل مذيعة رياضية لعام 2023، أكيد أيضا ده عن استحقاق ودايما منظومة النادي الأهلي في تقدم. خلونا بقى نروح ونبدأ أخبارنا النهاردة، والبداية مع الفريق الأول لكرة القدم واللي غادر أمس للسعودية استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية، واللي منافساتها هتكون طبعا من يوم 12 حتى يوم 22 ديسمبر بالسعودية. مواجهة أو منافسة النادي الأهلي الأولى هتكون إن شاء الله يوم 15 ديسمبر، وهتكون أمام الفائز من فريق أوكلاند سيتي أو اتحاد جدة. طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الأهلي. وخليني أقول لكم إنه طبعا دي المرة التاسعة في تاريخ النادي الأهلي اللي بيشارك في كأس العالم للأندية والرابعة على التوالي، وأكيد ده بيأكد كلامي في المقدمة إن النادي الأهلي دايما مشرفنا في جميع المحافل. فطبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الأهلي، وإن شاء الله بقى هذه المرة يحرزوا ميدالية جديدة. يعني طبعا اتعودنا خلاص على البرونزية، إن شاء الله بقى المرة دي يحرزوا الذهبية، ليه لأ؟ أكيد النادي الأهلي كالعادة عودنا إنه مفيش مستحيل، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان معانا اخبار متعلقه بكره القدم، لكن المره دي عن ناشئات كره القدم. الحقيقه بيفوزوا فوز كبير على فريق 15 مايو بنتيجه 8-0 ضمن منافسات بطوله الدوري. الحقيقه ان هم ماشيين حتى الان بخطى ثابته جدا في بطوله الدوري للكره النسائيه. خلوني كمان اقول لحضراتكم مين احرز اهداف النادي الاهلي. احرز الحقيقه هاتريك اللاعبه كاميليا الديب، الحقيقه ماشيه برده بخطى ثابته جدا، يمكن كل مباراه بتحرز اكتر من هدف. زي ما قلت احرزت هاتريك او 3 اهداف في هذه المباراة، أيضا هدفين للاعبة مريم أحمد، وهدف لكل من اللاعبة رنا محمد، اللاعبة منت الله أحمد، واللاعبة أسماء محمود. يعني طبعا بنبارك لهم على هذا الفوز الكبير، وبنتمنى لهم إن شاء الله إن هم يستمروا بنفس الأداء ونفس المستوى. نروح بقى للألعاب الأخرى، والبداية مع سيدات كرة السلة، واللي النهاردة هيختتموا تدريباتهم واستعداداتهم عشان هيعودوا مرة أخرى للمنافسات غدا إن شاء الله في بطولة منطقة القاهرة. هيكون عندهم مباراة أمام فريق مصر للتأمين، المباراة هتكون الساعة 4 العصر على صالة استاد القاهرة. يعني كان في فترة من التوقف كبيرة طبعا بسبب مشاركة معظم لاعبي النادي الأهلي مع منتخبنا الوطني، لكن هنعود مرة تانية غدا إن شاء الله للمنافسات، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خليني أقول لكم إنه في منطقة القاهرة طبعا النادي الأهلي هيواجه فريق مصر للتأمين، فريق هليوبلس، فريق الشمس، وفريق الجزيرة. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. أما عن أنسات كرة السلة للنادي الأهلي تحت 20 سنة، فأيضا حققوا فوز أمس على فريق هليوبلس ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. قدروا يحسموا المباراة لصالحهم بنتيجة 40-26 عشان بقى يجيبوا فوز جديد للنادي الأهلي. يعني هم محققين سلسلة من الانتصارات إن شاء الله يكملوا فيها. نروح بقى دلوقتي للعبة كرة الطايرة ورجال كرة الطايرة، رجال الماسترز أيضا بيواصلوا استعداداتهم للمباراة القادمة. النهاردة إن شاء الله هيكون عندهم مران على فترتين، فترة صباحية يعني بدأت منذ تقريبا نصف ساعة، كانت الساعة 10 الصبح، وهيكون عندهم أيضا فترة تدريبية مسائية هتكون الساعة 6 مساء، كل ده استعدادا للمباراة القادمة اللي إن شاء الله هتكون يوم السبت القادم الساعة 6 مساء هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، بالتحديد على صالة الأمير عبد الله الفيصل، وهتكون أمام فريق الترسانة. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خلوني أفكر حضراتكم أن المباراة الماضية لرجال الماسترز كانت أمام فريق باتروجيت، وقدروا يحسموها لصالحهم بنتيجة 3-0. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. أما عن سيدات كرة الطايرة فأيضا بيواصلوا استعداداتهم للمباراة القادمة. مباراتهم القادمة إن شاء الله هتكون أمام فريق وادي دجلة يوم الاثنين القادم، هتكون هنا أيضا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة لكن على صالة الشهداء. يعني طبعا بنتمنى أيضا كل التوفيق لسيدات كرة الطايرة.
اكيد وادي دجله في كره الطايره بيكون خصم قوي للنادي الاهلي، لكن بالتاكيد عندنا ثقه كامله في سيدات كره الطايره. اخيرا بقى نروح للعبه كره اليد، وطبعا زي ما احنا عارفين انه في توقف دولي لسيدات ورجال كره اليد. سيدات كره اليد هيعودوا مره اخرى للمنافسات ان شاء الله الشهر ده، اما عن رجال كره اليد فهيعودوا في شهر فبراير القادم بسبب طبعا مشاركه عدد من لاعبي النادي الاهلي مع منتخباتنا الوطنيه. خليني اقول لكم بقى ان منتخبنا الوطني لكره اليد هيكون عنده ان شاء الله بطوله كاس الامم الافريقيه لكره اليد، هتكون مقامه هنا في مصر من 19 حتى 29 يناير. طبعا بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، اكيد عارفين ان منتخبنا الوطني لكره اليد دايما بينافس على جميع البطولات، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. ده فيما يخص اخبار الفرق الرياضيه المختلفه. كمان بقى حابه اكد على كل اعضاء النادي الاهلي اللي بيتابعونا ان موجود اكيد لجنه للانتخابات الرئاسيه داخل النادي الاهلي بالجزيره، تقدروا تيجوا وتنتخبوا. حين الاجواء هنا بتكون مميزه جدا وبيكون في طبعا سهوله في العمليه الانتخابيه، واكيد دي خدمه مميزه جدا لكل اعضاء النادي الاهلي سواء من محافظه الجيزه او محافظه القاهره، فتقدروا بقى تيجوا وتنتخبوا داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. وطبعا زي ما قلت دي خدمه مميزه جدا من مجلس اداره النادي الاهلي. دي كل الاخبار اللي كانت معانا النهارده. طبعا بقى قبل ما اختم كلامي طبعا حابه انعي استاذ ايهاب الخطيب في وفاه والده طبعا المدير الفني لقناه النادي الاهلي، ان شاء الله ربنا يرحم والده ويصبرهم جميعا. يعني دي ابرز اخبارنا. طبعا معاكم لو عندكم اي استفسارات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. مفيش اي استفسارات، في كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزه هنا ابو قاسم على هذه التغطيه. اشكرك يا هنا جدا على التغطيه الاكثر من رائعه، فعلا من المراسلات المتميزات جدا، شكرا ليكي. طيب لما نيجي نتكلم عن ملف الالعاب الاخرى اكيد لازم نرحب بضيفتنا العزيزه جدا الاستاذه دعاء بدر، نائب رئيس تحرير الاهرام ابدو، رئيس تحرير موقع ايه بقى؟ موقع تتويج. تتويج ده جديد، تتويج ده تتويج نيوز. ثلاث سنين. صح كده. بس انا سعيده لان حضرتك استاذه دعاء، طبعا صباح الخير. صباح النور عليك. لكن عندك خبره وملمه جدا بالالعاب الاخرى، انا ما اعرفش ايه سر حبك طبعا بالملف اللي حضرتك مختصه فيه، بس فعلا معلومات كتيره ومهمه في الفتره اللي احنا فيها. كلنا بنتكلم عن استعدادات دلوقتي طبعا، يعني اولمبياد باريس، فصباح الهنا عليكي ومنتظرين بقى كل زي ما اتقال كده الكواليس. صباح الكل عليك. تعالي نبتدي بالتفصيله دي، فكره حبك يعني بل وشغفك بالرياضات الاخرى. هو شغف حقيقي. شغف ده بقى جه ازاي وبناء على ايه؟ هو من بدايه شغلي الحقيقه، انا في بدايه شغلي في 99 بالظبط، كان عندي يعني يمكن عشان كنت انا بلعب رياضه لا حاجات كتير يعني، كنت في الاساس كره سله، كنت بلعب كره سله ولعبت كذا حاجه، يعني لعبت بينج بونج، لعبت يعني في كذا حاجه كده لعبتهم غير لعبت مظلات لا باراشوتينج. ايوه هي وصلت للمظلات. نطيت من الطياره. ايوه ما اعرفش ازاي يعني، بس لازم يوقف عندها شويه يعني، مش غريبه حبتين. كان وقتها يعني كان في الوقت ده كنت في نادي الشمس، فنادي الشمس كان من اوائل الانديه اللي كان فيها دورات للمظلات، كانت تبع القوات المسلحه طبعا بطبيعه الحال. فالحقيقه في حد من اصحابي راح وقعد يقول لي تعالي ونجرب ومش عارف ايه، فجربت بصراحه كانت اكسبيرينس مختلفه تماما يعني. أكيد. حاجه عارف عملوها مره في منتدى شباب العالم. اخر واحد رحناه في شرم الشيخ، كانوا عاملين اللي عايز من الاعلاميين في بعد نهايه المنتدى يشارك يعني سكاي دايفنج. كتبت اسمي بس ما روحتش. يعني انا بصراحه كنت حريصه على كتابه اسمي. ايوه دي حاجه مهم النيه على فكره. هي تخوف جدا يعني، هي عايزه بس تعمليها فعلا. انا ممكن اعملها. ممكن اعملها اوقات الواحد عايز ما اعرفش يعني، انا بالنسبه لي دلوقتي صعب اعملها، لكن وقتها الواحد كانت الفكره الاكسبيرينس نفسها حاجه يعني محدش بيعملها، فكره ان الواحد ياخد القرار بنفسه كده وينط من الطياره. الادرينالين الشعور بقى الادرينالين في الجسم هو ده. هي حاجه خرافيه بجد يعني، هي يعني تستاهل. لا بجد والله تستاهل. الخلفية دي بقى هي اللي حببتك في الرياضه وان انت يعني شبه تتخصصي بالظبط كده. بالظبط كنت اول ما بدات لقيت الناس كلها بتكتب في الكوره، زمايلي بيكتبوا في الكوره، بدات ابص ادور على حاجه مختلفه اشتغل فيها يعني. يعني كان موجود ناس اوريدي بتشتغل، كان في الاهرام ابدو، ففي ناس اوريدي بتشتغل في الكوره، فانا بدور على افكار مختلفه اقولها حتى في الاجتماع، فبدات ادور في الملفات دي.
فشوية بشوية لقيت لا ده في يعني يمكن أول حاجة كنت من الحاجات البدايات بتاعتي كان تقرير عن المصارعة، عن كرم جابر مصارعنا الأولمبي، وعن محمد عبد الفتاح بوجي. كان وقتها لسه جايبين ميداليات في بطولة عالم ومتأهلين للأولمبياد. ده كان 99 99 كمان قبل 2000 قبل الاولمبياد. بدات فبالظبط فبدات جات لي بقى فكره ان انا ابدا اتخصص في الملف الاولمبي، و و وبدات يعني حتى ده حاجه انا اللي عملتها في الابدو، ان احنا نقدم الالعاب، كل رياضه متاهله للاولمبياد وتاهلت ازاي وفرصها ايه، ونقدم اللعيبه. فكنت بشتغل كل اسبوع باخد رياضه اخش فيها جامد قوي. بالمناسبه ده من الملفات المهمه اللي عايزين نتكلم معاكي في تفاصيلها، فكره اللعيبه يعني اللاعبين واللاعبات اللي تاهلوا بالفعل حتى هذه اللحظه. احنا تقريبا كل اسبوع العدد ما شاء الله بيزيد. احنا وصلنا لايه بقى دلوقتي؟ 72 لاعب ولاعيبه. 72 في كام رياضه؟ في خلينا لو تحب اقول لك كده، انا عملت زي احصائيه. وعايزين نقارن بالسنه اللي هي السوري البطوله هو لسه بدري، ما نقدرش نقارن دلوقتي حتى هذه اللحظه يعني من المتاهلين. الوضع برضو مختلف لان التاهل دلوقتي بقى مختلف عن الدوره اللي فاتت. طب اشرحيها لنا يعني. اتفضلي. احنا عندنا طبعا اللي تاهلوا حتى الان كره القدم، كره الطايره، سباحه توقيعيه، خماسي، سباحه لاعب واحد، الرماية طبعا هي أكتر لعبة مؤهلة ب 11 لاعب، تنس الطاولة، الملاكمة، المصارعة، تجديف، قوس وسهم، كانوي، تايكوندو، وآخر مقعدين كانوا في الشراع. ده كانوا من يومين بالظبط. السباحة واحد بس؟ واحد بس حتى هذه اللحظة، وفي سباحة توقيعية. مروان هو بس اللي قدر يحقق الرقم التأهيلي، لكن أكيد طبعا الرقم هيزيد. يعني الفارق بقى ما بين الفترة اللي احنا فيها بالأولمبياد اللي فاتت ايه؟ أعتقد الأولمبياد اللي فاتت كان في وقت زي ده عدد المتأهلين ممكن يكون كان أكبر شوية. بس يعني تغيير النظام كل سنة، خلي بالنا النظام التأهيل الأولمبي بيصعب كل سنة، يعني كل دورة قصدي. قبل كده زمان مثلا كان التأهيل على طول من بطولات أفريقيا مباشر في معظم الالعاب، خلاص انت رحت جبت بطوله افريقيا اتاهلت. دلوقتي استحدثوا بطولات دلوقتي بقى في تصنيف دولي، وفي انت لازم تكسب افريقيا بس لازم تبقى جوه التصنيف الدولي. انت يعني بقت بتصعب، يعني كل شويه بتصعب على لما بيلاقوا مثلا ان القاره بتاعتك قاره ضعيفه فهم بيصعبوا الدنيا شويه، مش عشان حاجه بعد كده انت في كوتا في الاخر لقاره افريقيا. لكن هم بيقللوا الاعداد، هي الاعداد بتزيد برضو بس يعني حاجه تقنين شويه. ليه الميداليات الاولمبيه عزيزه كده يعني بالنسبه لنا؟ يعني دي مش كما مش كتير. الميداليه الاولمبيه هي اصعب حاجه، يعني فكره يعني احنا دايما لما بنيجي نعمل هرم البطولات فهي البطولات الدورات الاولمبيه هي اعلى حاجه، بيجي وراها بطولات العالم، كاسات عالم وهكذا. فهي دي الغاليه، هي دي الحاجه الغاليه. الصراع على الميداليه الاولمبيه بقى داخل فيه شويه ان الدوله هي اللي بتخش جامد فيه. يعني الدوله بتقيس قيمتها بعدد الميداليات اللي هي جابتها، وده هنشوفه. قيمتها على المستوى الرياضي يعني؟ ما هي الرياضه بقى هي كل حاجه بقت داخله في كل حاجه. يعني الرياضه داخله في السياسه. هو يقول لك انا بسيطر في الرياضه، فده برضو نوع من السيطره السياسيه. يعني كله داخل في بعض. تقدم الدوله بالظبط ده دليل على تقدم الدوله في الاخر. الرياضه هي دليل على ان الدوله دي متقدمه ولا لا. اوكي، هي دي نقطه كويسه جدا. بس للاسف الشديد احنا يعني سؤال كريم حلو، بس سؤال كريم اجابته حزينه شويه. ده حقيقي. ده حقيقي. يعني احنا ليه فعلا الموضوع عزيز قوي كده، او صعب ان احنا نبقى بنشارك، او يعني نصيبنا اكبر من الميداليات ومصر يبقى ليها نصيب كبير رغم البوتنشال اللي عندك والكوادر الجميله والمحترمه اللي قويه بجد اللي بتنافس دول يا كريم كبرى بمبالغ تانية خالص وصرف تاني خالص. بالزبط. يعني ومنتاليتي تانية خالص، رغم كده انت بتنافسه. ما بالك انت لو غيرت المنتاليتي بقى وابتدى يبقى فيه جزء وفلوس بتتصرف. ناخد بالنا ان العلم دخل جامد قوي دلوقتي في الرياضه. يعني هو زمان كانت بتدرع شويه، لكن دلوقتي لا، في علم وفي في اللاعب ده وراه كادر كبير جدا جدا بيشتغل وراه، وطبيب نفسي وطبيب تاهيلي، يعني في تفاصيل كتير جدا. احنا
موجودة عندنا بس على استحياء شوية، لسه مش موجودة عندنا بنفس الكم زي موجود في الدول الثانية. يعني حتى لعيبة كتير بتقول يا جماعة شوفوا احنا اللعيبة عندنا المنتخب كله بيتصرف عليه كام، شوفوا بره اللعيب الواحد بيتصرف عليه كام. صحيح، والكلام ده في كل الرياضات الحقيقة. بالظبط. يعني طب هما بيجيبوا الدخل منين؟ ما تيجوا يعني نفهم فعلا، يعني هل هناك الفكر مختلف كالسبونسرز بيبقوا عندهم اقبال اكبر، ولا الاتحادات بيبقى المبالغ فيها المخصصات اكبر؟ كله. ولا اللاعب بيبقى برضو بيشارك مثلا بجزء يعني مش لا لا اللاعب يعني ما بيشاركش في حاجه. اللاعب شغلته ان هو يتدرب وياخد فلوس بس، لكن ما بيعملش اي حاجه. يعني مختلفه، احنا عندنا العكس، اللاعب والاهالي بيصرفوا على اللعيبه. احنا عندنا الاهالي يا عيني يعني من ولاعيبتهم صغيرين في العاب زي مثلا الخماسي والسلاح عشان خاطر يطلعوا لعيبتهم للمستوى الدولي ده، هم بيصرفوا كتير قوي تحت. يعني لعبه زي الفروسيه مثلا، لا يعني الفروسيه دي بادجت تاني، ده خيل بكام. فاحنا عندنا لا، الاهالي الحقيقه متحملين يعني 90% من الابطال اللي عندنا الكبار قوي تلاقي اهاليهم دعمهم جامد قوي في الاول. الفتره الاخيره كان في اكتر من مبادره رئاسيه وحملات ومبادرات قوميه لاكتشاف ابطال اولمبيين مستقبليين، تمام، واعداد نجوم رياضه مستقبليين. هل الحاجات دي ابتدت تؤتي ثمارها؟ ابتدت يبقى لها اي انعكاسات والله حتى اللحظه فيما يتعلق بنوعيه اللعيبه اللي تم تصعيدهم او اللي تاهلوا بالفعل للمشاركه في الدوره الاوروبيه؟ شويه، لكن لا ما نقدرش نقول مشاركه يعني في الدوره، مش هتسمع في الدوره دي، هتسمع في اللي بعدها. صعب. أوكي. لكن عندنا لعيبه مثلا في مشاريع قوميه اللي عاملاها كمان الوزاره في العاب زي المصارعه ورفع الاثقال. في لعيبه جابوا ميداليات في بطولات العالم ناشئين وشباب من المشاريع دي، مشروع البطل الاولمبي او يعني في كذا مشروع معمول الحقيقه. لكن الاولمبياد دي لا، الحقيقه ما فيش حد فيهم لسه، يعني لسه بدري، يعني الحاجات دي تاخد وقت. الكويس ان احنا ركزنا على الالعاب اللي احنا عندنا فرص فيها. احنا يعني دي حاجه دايما عندنا فيها مشكله، ان احنا ميزانيه كانت زمان بتتوزع على عدد كبير جدا. يعني احنا عندنا رياضات كتير قوي، العاب كتير قوي، فبيتوزع عليهم كلهم الميزانيه. لكن لما بنركز على العاب معينه الوضع هيبقى افضل، النتائج هتبقى احسن. جميل. طيب دوره الالعاب الافريقيه بقى 2027 تحديدا لو هنتكلم عنها بالتفصيل اكتر، وهتقام في مصر، فبطوله كبيره، مشاركتنا شكلها هيبقى عامل ازاي؟ اكبر الدول ممكن نقول او المنتخبات المنافسه مين من وجهه نظرك برضو؟ الدورة الأفريقية دلوقتي بقت مختلفة شوية، بقى فيها منافسة قوية، مش ما بقتش سهلة زي زمان. الجزائر طبعا هي كانت من الدول اللي كانت مستضيفة قبل كده الدورة وكانت بتنافسنا جامد، وفي دول تانية كتير على حسب كمان اللعبات. لكن لما نيجي نقول الدورة هتقام في مصر، فإن شاء الله طبعا هي مصر اللي تتصدرها بإذن الله. مصر فازت بيها كم مرة قبل كده؟ مش معايا الارقام دلوقتي، لكن ليها لكن مصر هي المتصدره دايما كانت الدوره الالعاب الافريقيه، الا لو مصر ما شاركتش او مصر كانت مشاركه مثلا ببعثه قليله. لكن الدوره اللي فاتت مصر هي اللي جايباها واخدها متصدراها، وتقريبا معظم الدورات مصر هي اللي متصدراها. جميل. طب خلينا بقى نقف شويه عند كره اليد، وتحديدا رجال اليد في النادي الاهلي. والفتره الاخيره كان في شغل نار، وكان في ماتش نار بين الاهلي والزمالك طبعا في كاس السوبر المصري، ونديه لغايه اخر ثانيه، لغايه لما النادي الاهلي الحمد لله حقق الفوز في هذه يعني في هذا المحفل القوي الحقيقه. شفتي الماتش ده ازاي؟ وشفتي مشوار النادي الاهلي عموما في البطوله دي ازاي؟ وخصوصا ان ده اللقب الثاني على التوالي بعد دوري ابطال افريقيا لكره اليد اللي برضه حققه النادي الاهلي. كمان الاهلي حقق ثلاثيه تاريخيه برضه، ان هو كاس ودوري وسوبر، يعني ما شاء الله الحقيقه النادي الاهلي محقق الفتره دي انجازات كويسه قوي في كره اليد. بس نخلي بالنا ان احنا المباريات يعني ما بتتكسب، مش بيكسب بسهوله. احنا فرق بوينت بنتعادل. ماتش فريق الزمالك ده كان ماشيين راس براس طول الماتش. بالظبط، انا بتكلم على فريق الزمالك. فريق الزمالك مش فريق صغير في كره اليد، ده ليه تاريخ كبير طبعا. لكن الحقيقه الاهلي دلوقتي في صحوه وفي انتعاشه حلو قوي في كره اليد. المدير الفني الاجنبي عامل شغل كويس قوي وفارق جدا مع الفريق.
الفريق واصل، يعني لو قارنا بين الأهلي والزمالك هنقول إن 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 الأهلي فريق متكامل ما بين الشباب والخبرة والحرفنة، وفي في في عناصر حراسة المرمى، حراسة المرمى ليها دور وعامل كبير جدا جدا الحقيقة في فوز الأهلي. الزمالك حاليا يمكن في لعيبة كتير بطلت، فهو معتمد أكتر على الشباب، فالحتة دي هي يمكن اللي فرقت الأهلي عن الزمالك. طب بالنسبة لبقى السلة لو هنتكلم برضو، السلة برضو ما شاء الله عليكم، يعني ألعاب الصالات عموما، ألعاب الصالات الحقيقة من الموسم اللي فات ومكمل يا كريم كمان من الموسم اللي فات فعلا. السلة طبعا لسه كاسبين دوري المرتبط من يومين، والحقيقة هم حسموا دوري المرتبط قبلها بحبة وخلصوا الماتشات الصعبة. لا وقصدي كمان خلصوا الماتشات الصعبة من بدري، يعني هو النهائي كان مع سموحة، سموحة ما هو يعني اعتقد تقريبا سموحة اول مرة يوصل النهائي، مش مثلا لا اتحاد ولا يعني مش فريق تقيل برضو، فهو هم خلصوا الماتشات الصعبة بدري، فكانوا مستريحين الى حد كبير في ان هم يحسموا الدوري المرتبط. وبرضو الحقيقة لازم نقول ان يعني صحيح احنا عندنا كفاءات مدربين مصريين كتير على كفاءة عالية جدا، لكن انا بحس ان فريق زي الاهلي دايما بيفرق معاه المدرب الاجنبي خصوصا في العاب الصالات. يعني لو قارنا دلوقتي بمن كام سنة فاتوا هنلاقي لا المدرب الاجنبي عامل فرق. يمكن بيبقى فيه جو مختلف شويه، المدرسه نفسها مختلفه، أكيد. فبيعمل هارموني بين اللعيبه، بيعرف يعمل التوليفه الصح بتاعته. ففي السله واليد الحقيقه الاثنين بصمه المدرب الاجنبي واضحه. ليه في السله بالتحديد، في السله ومن قديم الازل دايما المنافسات بتبقى محصوره ما بين طبعا اهلي وزمالك وجزيره واتحاد السكندري؟ بالظبط. اشمعنى ليه الرباعي ده ما بيتغيرش؟ ليه ما بيتضافش عليه اسماء جديده؟ احنا شفنا السنه دي اهو سموحه اول مره يدخل الحقيقه في المربع معاهم، ودي حاجه كويسه يعني. اكيد. هي الفرق دي هي الفرق المميزه، يعني اتحاد السكندري طبعا ده له باع كبير جدا في كره السله، وتاريخ كبير، يعني نتمنى كمان ان هو يبقى احسن من كده في الفتره اللي جايه، لان كل ما عدد الفرق زاد كل ما ده هيفيد هيعود بالفايده في الاخر على المنتخب. في وقت من الاوقات كان على الاقل نص قوام المنتخب من الاتحاد السكندري. ده حقيقي. طب. ده حقيقي، يعني احنا طلعنا في كره السله بالظبط جيل التاريخي، جيل تاريخي فعلا. يعني انا عايزه اروح معاكي بقى استاذه دعاء لنقطه مهمه قوي، المديرين الفنيين، لانك ذكرتي دلوقتي في معظم العاب الصالات الفرق بيكون واضح مع مدير فني اجنبي او خبره اجنبيه، وده يمكن مش حال بس هقول نادي اهلي، هو حال موجود في مصر عامه سواء على مستوى الانديه او مستوى المنتخبات في الرياضات. صحيح. كلها انا لسه ما عنديش الثقه الكامله في فكره ان انا انقي مدير فني محلي وهو في نفس الوقت يكون عنده من الخبرات اللي يقدر يفيد بيها سواء النادي او المنتخب. ليه لحد هذه اللحظه بتشوفي ده موجود رغم ان في دول كتيره جدا كنا سابقينها حققت ده على المستوى بتاع الانديه والمنتخب؟ لا انا يعني انا مش حابه كلمه ان احنا ما عندناش ثقه في المديرين الفنيين المصريين. إيه؟ احنا بالعكس عندنا مديرين فنيين مصريين على كفاءه عاليه وعندهم قدرات عاليه جدا، لكن احنا عايزين نطلع لمستوى اعلى شويه، فعشان نقدر نطلع لمستوى الاعلى شويه دوت محتاجين فكر مختلف عن الفكر اللي جوه مصر. فيمكن كمان في جزء منه ان المدير الفني المصري دايما بيبقى فيه قلق في حته ايه، مجاملة لاعب على حساب لاعب، الحاجات دي التشكيك ده هو ده اللي بتكلم فيه. ما دي امور لازم تكون مش موجوده يعني، وحتى احنا كجماهير لسه ما عندناش الثقه دي اصلا. احنا لسه مش مصدقين ان ممكن يجي مدير فني يبقى فعلا شخص محترف بيتعامل بطريقه محترفه، عنده من الخبرات اللي يقدر ينقلها يطور بيها ينجح بيها يحقق فوز بيها. دي لسه مش موجوده. على فكره ده ينطبق برضو على التحكيم، بس ده ملف تاني، بس ده موجود يعني ستيل موجود للاسف. للاسف. يمكن المشكله تدخلات مجالس الادارات في الاختيارات احيانا بتقل شويه مع المدير الفني الاجنبي،
خصوصا لو جايبين مدير فني اجنبي مش حد صغير، حد خايف على اسمه. حتى الانتقادات اللي بتوجه للمدير الفني الاجنبي لو تلاحظوا على كل الرياضات بتبقى اقل بكتير. يعني يغلط بس محدش ينتقده زي بالظبط. ففي هنا يعني ازدواجيه، والازدواجيه دي وحشه جدا يعني مش منطقيه. هي عقده الخواجه لسه هي لسه بيننا. لسه عايشه ما بيننا لسه، الا لو يعني جه بقى حد تقيل قوي بس يعني مالي مكانه طبعا. زي كره القدم كابتن حسن شحاته وكابتن محمد الجوهري، شخصيتين قويه جدا عارفين بيعملوا ايه، فرضوا نفسهم على الناس، الناس حبتهم وحققوا انجازات معاهم. يعني ده على سبيل المثال كده يعني. الفترة صحيح. اللي فاتت كذا مرة انا وهوند بنتكلم هنا في 10 الصبح في الاهلي عن تفصيلة الـ 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 الرياضي الملهم، تمام؟ اللي هو مش مجرد نجم في رياضته ولكنه كمان عدى المرحلة دي ووصل لمرحلة انه ملهم. التفاصيل دي كلها بتنطبق على كرم جابر بنسبة 1000000%. صحيح. الحقيقة. فشايفة فكرة رجوعه مرة تانية وفكرة انه ابتدى مشوار جديد بيحاول من خلاله ان هو يتأهل للدورة الأولمبية، وللأسف هو خسر في الماتش الأخراني في ربع النهائي في بطولة فنلندا على حد علمي. خسر. الخطوة دي ممكن تأثر على مشواره؟ لا لا خالص خالص. حضرتك أصلاً وأنت بتقول الرياضي الملهم، أنا شفت كرم جابر في خيالي يعني قبل ما تقول اسمه. يعني ده حقيقي فعلاً، كرم جابر رياضي ملهم فعلاً. الحاجات اللي هو بيعملها لو بصينا لتاريخ كرم جابر، انا اعرفه الحقيقه من بدايه، من يعني من بداياته ومن بداياتي يعني، احنا كمان في علاقه صداقه بينا. جميل. فكان بيجي في اوقات الناس كلها بتقول كرم مستحيل يعمل حاجه، ده ما بيتدربش، ده مش عارف ايه، والاتحاد عامل مشاكل معاه ومش عايزين يلعبوه، ونلاقي كرم في 6 7 شهور ركز في تمرينه وراح جاب ميداليه اولمبيه تاريخيه، عملها مرة وعملها المرة التانية برضو، يقدر يعملها المرة التالتة. موضوع صعب مش سهل. ايه اللي مصعبها المرة دي عن المرتين اللي فاتت؟ الصحة بقى. السن مثلا. الصحة. السن طبعا. هو كم سنة دلوقتي؟ هو 44 سنة. 45 كمان. 45. بس مش باين عليه بقى. لا هي دي الصورة قديمة شوية. يعني دي 38 في الصورة دي مثلا. بس هو الحقيقة يعني بيعوض السن. السن هيبقى ايه مشكلته؟ نفسه في الملعب، يعني هي دي المشكلة الكبيرة اللي هتواجه نفسه في الملعب، لكن هو بيقدر يعوض ده بخبرته، عنده خبرة سنين طويلة جدا جدا. توقفه عن اللعب الفترة الكذا سنة اللي فاتوا دول، هو طبعا ما بعدش عن الملعب خالص، هو بيتدرب لكن مش بيلعب مصارعة ومش بيلعب ماتشات كبيرة، فبعده خلاه ايه يبعد عن السنس، في سنس كده المصارعة بنقول عليه. هو اصلا بعد ليه؟ كان بيمثل شويه يعني كان بيشوف الله حاجات في مجالات ثانيه. ايوه هو كان ايه ده مثل فين؟ لا ده مثل، كان عمل مسلسلين في رمضان اللي فات واللي قبله. اوكي. يعني الرياضه ولا هو عشان بطل رياضه مثل يعني؟ اكيد التمثيل ما خدوش. لا لا لا، هو بس يعني جاله فرصه كويسه فقال يجرب. ليه لا؟ بس غريبة ان حد يكون واصل للدرجه دي من النجاح والتالق في رياضه مش كتير بيبقوا فيها نجوم بالشكل ده ويتشغل عنها بحاجات تانية. الا لو حصل له دروب زي مثلا براده. هو زمان كان وقتها لو عنده اصابه اظن. لا لا لو نفتكر حصل له اصابه. هو وقتها يعني الحاله دي كان منطقي. ما هو وقتها توقف يعني. كرم لما بعد عن المصارعه خالص كان بسبب ايقاف، كان قبل اولمبياد ريو. بس ايقاف المده يعني مش ايقاف. كان ايقاف تقريبا سنتين او اكتر يمكن. كان قبل اولمبياد ريو المفروض يروح يبقى موجود في مكان عشان خاطر يتعمل له تحليل منشطات، فراحت اللجنه بتاعت مكافحه المنشطات الدوليه. حصل كذا مره هو اتحرك وهي بتتحرك وراه، فكذا مره ما عرفوش يوصلوا له، فللاسف تم ايقافه. خساره كبيره الحقيقه. يعني لو كان السنين اللي فاتت دي كان ماشي فيها على نفس التراك اللي كان ماشي فيه قبل كده، يبقى احنا بنتكلم في حد تاني خالص بقى، يعني صحيح. وضع مختلف تماما. صحيح صحيح صحيح. بس كرم من 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 شخصيته وطباعه يعني انه ما يقدرش يدي في الرياضه سنين طويله قوي. يعني هو كل مره كان يجي يركز قوي في الرياضه قبل الاولمبياد. السنه مثلا قبل الاولمبياد ودي كافيه 8 شهور وتحديدا المره دي بامكانياته. كافيه المره دي طبعا الوضع اصعب. طبعا طبعا.
الوضع اصعب اكيد. هو زي ما بنقول هو جسمه رياضي وبيلعب رياضه، لكن مش بيلعب مصارعه مباريات قويه، بيتعرض لاصابات كتير، وهي دي يمكن المشكله الكبيره اللي ممكن تقابله، الاصابات الكتير خصوصا في السن، لما السن بيكبر الاصابه بتبقى اصعب شويه والاستشفاء بيبقى اصعب. تاهله للاولمبياد سهل على فكره، يعني هو فعلا يعني في فرصه كبيره. طبعا، لا هو يقدر يتاهل للاولمبياد، يعني هي مش يعني احنا يعني انا عندي ثقه تماما ان هو يقدر. من الصعب ان هو يفوز في الاولمبياد، لكن بالظبط ان هو يحقق نتيجه في الاولمبياد. بس والله تاهله ده كافي بالمناسبه، قصه نجاح لسه هنقول زي ما حضرتك قلت. وارد يفاجئنا بحصوله على ميداليه كمان. وارد طبعا. هو ملهم ازاي؟ ما هو عشان كده وارد طبعا. صحيح. الالهام مش بس ان هو يعني هو مجرد ان هو تاهله للاولمبياد ويروح يلعب الاولمبياد، ده الهام على فكره. طبعا. واحد طبعا. في السن ده انه يقدر يعمل ده، دي مش حاجه سهله. مليون في المية. يعني احنا بنشكرك على وجودك معانا، نورتينا يا فندم. نورتينا استاذه دعاء، والله بجد نسعد بيكي دايما، واكيد لينا لقاءات ثانيه علشان خلاص يعني كلها شهور قليله جدا تفصلنا عن اولمبياد ان شاء الله باريس 2024. هتروح تسافري بالمناسبه ولا لا؟ اعتقد ده جزء من شغلك. مش عارفه لسه والله. لو جاي اكيد هيبقى على تكلفتك الخاصه يعني. بالظبط كده. مفيش حد يبقى سبونسر للاعلاميين كلهم. ايوه نطلع بعثه. بعثه كده والله. اشكرك جدا، هنروح فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضرتك. على حلاوه وجمال الشطات دي اللي بنتمنى ان هي تتكرر مع النادي الاهلي في كل المنافسات وفي كل البطولات باذن الرحمن، اكيد بصفه خاصه كاس العالم للانديه. الفقره دي هنتكلم فيها مع حضراتكم يعني في حوار كروي بحت، هنتكلم فيه عن كاس العالم للانديه، وهنتكلم فيه بطبيعه الحال عن جوائز الكاف والكره العالميه كمان، والمصريين المحترفين في الخارج واللي عاملين شغل ممتاز في الفتره الاخيره، كل واحد فيهم على حده في الدوري الاوروبي اللي هو بيلعب فيه. كل الملفات دي هنفتحها مع ضيفنا اللي منورنا الاستاذ نادر عبد الناصر الناقد الرياضي. يا صباح الفل عليك. صباح الخير يا استاذ كريم. صباح الخير يا استاذ نواند، ودايما بكون سعيد وانا موجود مع حضرتكم. اهلا بيك مسيو نادر. وخلينا نبدا، الملف الابرز حاليا هو اكيد كاس العالم للانديه والنادي الاهلي والمشاركه والمباراه الافتتاحيه هتمشي ازاي، وفي نفس الوقت مين المرشح الاكبر ان هو يعني يبدا مع النادي الاهلي. خلينا نبدا من هنا، يعني الكلام كله بيروح ان اتحاد جده اكيد فرصه اكبر بكتير، ناس تانية وقله بتقول لك لا اتحاد جده مش اتحاد جده اللي احنا نعرفه تماما، عنده مشاكل كتيره، عنده اصابات وغيابات بتؤثر عليه، حتى لو انت كنت بتتكلم في كذا اسم طبعا كبير، لكن ده مش دليل او انديكيشن ان ممكن يفوز بسهوله على اوكلاند سيتي. خلينا نبدا من هنا. طبعا بالنسبه لبطوله كاس العالم للانديه انا شايفها هتبقى بطوله صعبه جدا على كل الفرق، يعني خمس فرق من السبع المشاركين عندهم اسلحه وانياب قادرين على تهديد الخصوم بها. الاتحاد جده السعودي اعتقد هو الاقرب في المباراه الافتتاحيه النهارده ان شاء الله الساعه 8 قدام اوكلاند سيتي، هو القادر على الفوز، ولكن انا شايف ان الاتحاد السعودي عنده مشاكل خاصه في الجوانب الدفاعيه. النادي الاهلي طبعا قادر بشكل جيد يشتغل عليها، اعتقد فرصه النادي الاهلي يعني ممكن يوصل للمباراه النهائيه فرصته في وجهه نظري فرصه جيده، ولكن متوقفه على حاله لعيبه النادي الاهلي. نتمنى النادي الاهلي في البطوله دي يظهر بشكل مختلف. طبعا النادي الاهلي الفتره الاخيره بيقدم اداء متذبذب سواء في بطوله الدوري او في بطوله دوري ابطال افريقيا، ولكن نتمنى ينزل ويظهر بشكل مختلف في هذه البطوله ويبقى عنده دوافع مختلفه. اعتقد حسين الشحات وبيرسي تاو لو شغالين بشكل جيد، فريق اتحاد جده السعودي عنده مشاكل في الجوانب الدفاعيه، يعني الاظهره عنده سواء زكريا هوساوي او حسين كادش عندهم مشاكل، ما عندهمش القدرات الدفاعيه بالشكل الامثل. طبعا النقطة المميزة عندهم في اتحاد جدة السعودي الخط الأمامي كريم بنزيما وصلاح العمري وعبد الرازق حمد الله، فلازم طبعا مدافعين النادي الأهلي يبقى عاملين عليهم رقابة بشكل جيد. عشان كده وأنت بتقولي الموضوع معتمد على حالة لعيبة النادي الأهلي، صرحت أنا قلت لا ولعيبة نادي الاتحاد كمان، اتحاد جدة يعني على حسب وضعهم في المباراة دي هيكون عامل ازاي. بس ال 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 يعني كتير من الناس شايفين ان اتحاد جده في الفتره الاخيره في بيعاني من شيء من التعثرات انجاز التعبير، لكن هل اللي حاصل مع اتحاد جده ممكن ياثر على الزخم اللي عنده من اللعيبه ولا سيما المحترفين منهم؟ يعني انا اعتقد انا شايف مستوى الاتحاد يعني شبيه شويه لحاله النادي الاهلي، يعني هو لعب 8 لقاء 16 لقاء في الدوري السعودي، فاز في 8 وخسر في 4 وتعادل في 4، فبرضه النتائج مش في احسن حال. كمان راح نوني سانتو وجي مارسيلو جياردو، لسه محتاج وقت عشان يختار التكتيك المناسب اللي يساعد لاعبته بشكل جيد، فلسه محتاج وقت عشان يستكشف اللاعبين. فانا شايف برضه الاتحاد هيكون لو لعب النادي الاهلي هيبقى برضه لقاء صعب جدا، واعتقد هيبقى برضه عنده الدافع مختلف عن الدوري السعودي
طبعا شفنا اللقاء الاخير خسر من ضمك في الدوري وقدم اداء غير جيد برضه، مفاجاه غير متوقعه، ولكن الشيء طبعا النادي الاهلي يعني المره التاسعه على التوالي، المره التاسعه في تاريخه والرابعه على التوالي. اعتقد الجيل ده بقى عنده الخبرات الكافيه اللي هو يقدر يتعامل مع البطوله دي، فانا شايف النادي الاهلي ان شاء الله يعني قادر على عبور اتحاد جده، ولكن هيلاعب بعد كده بطل ليبرتادوريس فريق فلومينزي البرازيلي، برضه ده فريق مش بالسهل، عنده لعيبه مميزه جدا معاهم المدرب فرناندو دينيز، خد بطوله ليبرتادوريس، ابرز عناصر الفريق عندهم فابيو حارس المرمى يعني 43 سنه، ولكن طول مشوار بطوله ليبرتادوريس صد 40 تصدي وده رقم كبير جدا. عنده طبعا لاعب كينو لاعب بيراميدز كلنا عارفينه، وفي الخط الامامي عندهم طبعا جيرمان كانو ده مهاجم ارجنتيني هداف بطوله كوبا ليبرتادوريس، المهارات البرازيليه كمان في معاهم مهارات، طبعا برضه فريق هيبقى يكون صعب، ولكن انا شايف ان شاء الله النادي الاهلي لو في حالته ان شاء الله يعني نوصل للمباراه النهائيه طبعا نلعب بطل اوروبا السيتي. والله في ناس كتير معرفش ليه بتقول لك انا عندي امل ان ممكن يكون فعلا في النهائي الاهلي ومان سيتي، يعني المشهد ده يعني ممكن الناس تقول لك لا ما فيش اساس عشان تتكلم بالمنطق ده، في ناس تقول لك يعني بعيد شويه، بس انا بحس انه ممكن جدا، يعني يو نيفر نو، ما فيش توقعات في كره القدم، وفرص النادي الاهلي حتى وان كان زي ما انت بتقول الوضع متذبذب شويه فنيا، لكن انا بشوف ان ده دفع اكبر ان انا في طولة كبيرة زي دي ان انا اعمل واركز وادي كل الفنيات اللي اقدر عليها سواء بقى على مستوى الجهاز الفني او اللعيبة. هل انت بتتفق مع الرأي ده؟ ودي النقطة طبعا اللي انا متفق معاها، انا شايف النادي الاهلي فرصته كبيرة جدا، خاصة النادي الاهلي دايما انا براهن عليه في البطولات الكبيرة، يعني حتى لو الاهلي مش في احسن حاجة، حصل قبل كده على فكرة الاهلي ما كانش بيبقى في احسن حالة ولكن بيظهر بشكل جيد وبيبقى في تجمع مع اللعيبة وبيتكلموا مع بعض عشان يظهروا بشكل وصورة مختلفة، فانا شايف ان النادي الاهلي في البطولة دي هيبقى الدوافع مختلفة عن الدوري ودوري ابطال افريقيا، وان شاء الله يعني هيفرحونا ان شاء الله في لقاء اتحاد جده، وانا عندي امل ان هنلعب النهائي السنه دي ان شاء الله. روح الفانيلا الحمراء وروح البطل دايما بتحضر في المواقف العصيبه، دي حقيقة. وعبر تاريخ النادي الاهلي شفنا ده كذا مره قبل كده طبعا كده برضه، دي حقيقه طبعا روح الاهلي مختلفه طبعا، نتمنى طبعا الروح ويبقى اللعيبه عندها اصرار وغل كروي زي ما احنا بنقول كده ويقاتلوا لاخر ثانيه، وان شاء الله انا متفائل يعني السنه دي طبعا رغم كل المؤشرات يعني غير جيده، ولكن ان شاء الله النادي الاهلي في النهائي ان شاء الله. مؤشرات غير جيده دي على مستوى الاداء لا على مستوى الاداء يعني يعني شوف اقول لك على حاجه، هو كولر اتكلم بصراحه في النقطه دي لما قال لك هو اتكلم في كذا نقطه محتاجين تركيز عليها ومحتاجين ان احنا نعدلها، كان منها طبعا اللمسات الاخيره الدوافع التركيز الغايب شايف بعض المباريات، فكويس ان انت كمدير فني لامس ده بشكل كبير وملاحظه مش بس الجماهير هي اللي شايفاه، مش هقول دي حاجات جديده لكن هي معانا ممكن من الموسم اللي فات، اتحسنت في بعض الاوقات رجعت تاني برضو تظهر مؤخرا، لكن ممكن جدا يجي فعلا زي ما انت بتقول لو المؤشرات الفنيه مؤخرا ليست الافضل، واعتقد المباراه النهارده كمان والطريق طرق اللعب والمشهد اللي احنا هنشوفه التنافسيه اللي هتكون موجوده برضو هتبقى مؤشر على مستوى المنافسه طبعا مع النادي الاهلي في المباراه اللي بعد كده سواء اوكلاند سيتي او اتحاد جده، يعني حتى لو كانت المؤشرات اتحاد جده هو اللي هيفوز مع الاسماء المحترفه الكبيره اللي عندهم. طيب انا دلوقتي لو هتكلم ان المشهد حاليا بهذا الوضع ان انا في كاس العالم للانديه عامل كل التركيز بتاعي، الفتره اللي فاتت مع النادي الاهلي لم تكن الافضل، الفتره اللي بعد كاس العالم للانديه والبطولات اللي في متزامنه عندك السوبر كمان يوم 28، كل ده بيخلي التركيز احنا كجماهير تتشتت، لكن اكيد اللعيبه فاهمه ان كل بطوله لوحدها، بس ده برضو بياخدك شويه لفكره هو انا بستنزف اللاعب ولا اللاعب كده هو عارف يعني حجم البطولات وحجم المسؤوليه اللي عليه بما ان هو بينتمي للنادي الاهلي، الموسم اللي فات اتكلمنا في النقطه دي وللاسف اثرت وضيعت منك بطوله، فانت شايف ده برضو ممكن يكرر السنه دي؟ لا ان شاء الله لا، انا شايف ان لعيبه الاهلي يعني مقدره حجم المسؤوليه بشكل كبير جدا، طبعا احنا بنتكلم عن النادي الاهلي ومش في ازمه كبيره برضو، احنا بنشوف النادي الاهلي هي مشكلته الرئيسيه في اهدار الفرص، لو كان بيسجل الفرص دي اعتقد ما كناش هنتكلم على الاهلي بالشكل ده، صحيح. بيضيع فرص كتيره جدا وكان قادر يفوز على شباب بلوزداد ويانج افريقيانز حتى في الدوري قدام سموحه والجونه، لو كان سجل الاهداف دي كان يقدر يحسم الامور ويكسب، بس برضه خلي بالك الكلام اللي قالته هوند شفنا له انعكاسات في حاله اجهاد صريحه باينه على اللعيب، والحقيقه ده لو ما كان لازم هيجهد
طبعا دي بسبب ضغط المباريات، طبعا كل 72 ساعة بيبقى لقاء، ولكن مستر كولر لازم يتعامل مع الروتيشن بشكل أفضل من كده. السنة اللي فاتت كان بيعمله بشكل جيد، السنة دي أنا حاسس اللي هو بيعمله يعني بشكل مختلف، ممكن مثلا في ماتش يلعب 7 و8 ويغير لهم الماتش اللي بعده، فأنا شايف دي بتأثر على مدى الانسجام والتفاهم بين اللاعبين. بص دي نقطة هنرجع ليها لأن هي نقطة مهمة وأنا هختلف فيك معها شوية. تمام، بس خلينا نروح فاصل سريع جدا ونرجع نكمل حديثنا مع حضراتكم مع استاذ نادر عبد الناصر، خليكم معانا. نرجع بقى عشان نختلف. اجهز يا استاذ، اجهز يا استاذ. طيب انت كنت بتتكلم في نقطه قبل الفاصل وكنا بنتكلم يعني ان الدوافع وغيره والمدير الفني، وانا هختلف شويه لان انا بشوف برضو في الاول وفي الاخر ان المدير الفني مش هو اللي بيبقى عليه العبء او مشكله التذبذب في المستوى. معرفش انت يعني وجهه نظرك ايه يعني نادر، بس لما انا اكون عامل كل اللي عليا وفي التدريب انت مقدم لي كل اللي انت اللي انا محتاجه منك وتيجي بعد كده يحصل تذبذب في الملعب، فدي مش غلطتي انا بتهيألي انا كمدير فني. بس انا شايف يعني وجهه نظري بيبقى الجزء الرئيسي على المدرب، يعني مثلا لما نيجي مثلا هيختلف هو كمان واضح الاختلاف لا يفسد في الود قضيه. يعني مثلا لما نيجي مثلا نشوف على مدار 90 دقيقه بيبقى عنده عند شويه في حته التبديلات، في ماتشات ما بتبقاش محتاجه تبديل مثلا يتاخر في التبديلات ينزل مثلا في الدقيقه 75 و80. طب نادر انا حته الجمل التكتيكيه هروح معاك بس النقطه، هروح معاك لنقطه. اتفضلي. احنا لما كان موسيماني عامل سكواد ثابت ما بيغيروش وبعد كده فزنا بيه كذا بطوله، وبعدين جه يا كريم بعد كده حصل اصابات وحصل غيابات، كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقول احنا عندنا ازمه كبيره لان انت مش مجهز سكواد تاني، صح ولا غلط؟ صح. طيب جه كولر بعد كده وكنت الناس الموسم اللي فات بتشكر في فكره ان هو بيعمل روتيشن وبيعدلك بدل السكواد 2. جه بعد كده لما فوزنا ما كانش فيه مشكله، لما ابتدى يظهر بعض المشاكل من تغييرات وسكواد معين اعتمد عليه شويه الناس ابتدت تعترض. طب يا جماعه هو انتوا عايزين سكواد ثابت وبعد كده يصاب وما لاقيش نفس المستوى الفني، ولا لما يبقى فيه راجل جاي بيعمل سكواد واثنين بنفس المستوى؟ ما هو لازم عشان يعمل ده يعمل روتيشن، لازم ينزل لعيبه مختلفه، لازم يغير بالسبعه وبالثمانيه بالمناسبه. ف يعني معلش هو ايه السيناريو اللي يرضي او المرضي للجماهير؟ لا هو الصح طبعا الروتيشن عشان يبقى كله جاهز، خاصه كويس. كمان في ظل ضغط المباريات الاجنده طبعا فيها مباريات كتيره جدا فبيبقى روتيشن افضل، ولكن انا شايفه السنه دي يعني ما بيعملوش بشكل امثل عكس طبعا السنه اللي فاتت. يعني انت بتتكلم في التطبيق هو اللي يعني مثلا في لقاء في الدوري لقاء الجونه لاعب غير تسعه، طبعا ده يعتبر غير فريق كامل، فدي اثر على الانسجام والترابط في الخطوط. اما طبعا لما تيجي تشوف في مباريات معينه الجمل التكتيكيه هو اكيد ليه رؤيه معينه، يعني بناء على طبعا هو اللي عايش مع اللعيبه فكر ما موجود في دماغه وعمل اللي احنا بنتكلم عليه ده. طبعا هو اللي عايش مع اللعيبه وعارف طبعا حاله كل لاعب. حته الجمل التكتيكيه السنه اللي فاتت كان بيعملها بشكل افضل، كنا بنشوف جبهات على اليمين وعلى الشمال، فالسنه دي برده مفيش الجمل بشكل كبير جدا. اعتقد بشوف النادي الاهلي بيلعب كرات طوليه بشكل كبير الفتره الاخيره خاصه في لقاءات الدوري، فانا شايف النادي الاهلي يعني يلعب كورته ويفرض شخصيته واسلوبه اللي هو الاستحواذ والبناء من الخلف، ده اعتقد النادي الاهلي قادر على يعني الظهور بشكل جيد لو رجع للاسلوب ده، يعني ما يعتمدش على الطويل بشكل كولر او غير كولر هيعملوا ايه في فرص مهدره من عينه مثلا شوطه معينه لحسين الشحات المفروض تدخل جول وما دخلتش من يعني، وفي على شكلتها كذا كذا مثال ممكن يعني نضربه لل هو بصراحه بالنسبه لجزئيه اهدار الفرص دي بترجع للاعب. اعتقد يعني كولر بيوصلك للمرمى ولكن اللعيبه بتهدر بشكل كبير، فلازم اللعيبه يبقى عندها ثقه اكثر من كده في النفس، يبقوا هاديين ومركزين. يعني اعتقد الارهاق الذهني ممكن يكون مؤثر على حته التركيز واتخاذ القرار الخاطئ في الثلث الهجوم، فلازم لعيبه النادي الاهلي تبقى مركزه وهاديه قدام المرمى وان شاء الله يعني الاهداف تيجي طبعا ان شاء الله. طيب خلينا بقى ننتقل معاك شويه برضو يعني موضوع اعم شويه، وهي فكره هنا كمنظومه كرويه ومستقبل المنتخبات المختلفه، ولسه كنا بنتكلم دلوقتي على جوائز الكاف وان المغرب في منطقه تانية تماما وعمل شغل وعمل تطوير اتى ثماره حتى لو بعد سنين طويله، بس ده شيء رائع جدا. برضو جائزه افضل نادي والنادي الاهلي ان هو يفوز بها بعد غياب 10 سنوات برضو امر جيد جدا، ففي اجزاء ايجابيه، ولكن على مستوى المنتخب لسه ما فيش الايجابيه اللي احنا بنشوفها مع الانديه وتحديدا النادي الاهلي. امتى ممكن نوجد
حضرتك برضو نادر وانت متابع الملف ده انا عارفه يكون في اختلاف مع المنتخب بشكل بقى ملموس، مش فكره ان انا بلعب ماتشين ثلاثه اربعه بقول ما انا حققت اللي مطلوب مني، ما انا ما لعبتش كويس بس حققت ثلاث نقاط، ما انا تاهلت، اللي هو احنا ماشيين بنلزق كده او يعني فاهم اللي هو ايه بنلصم كده في المنتخب وبنقول الحمد لله ان احنا بنوصل كل مره للتصنيف ده. فخليني يعني اروح معاك، امتى ممكن يحصل اختلاف فعلا زي ما حصل مع المغرب وبالمناسبه الجزائر في طريقها وتونس في طريقها لده؟ يعني انا اعتقد مشكله المنتخب المصري يعني المنظومه هنا ما فيش بلان او مشروع معمول زي مثلا المغرب في اكاديميه الملك محمد السادس، دي بتطلع لعيبه بشكل جيد ودي اللي ساعدت المنتخب المغربي حتى لو بعد فتره كبيره جدا. طبعا اي مشروع بيبقى محتاج وقت عشان تجني ثماره بعد كده، ده اللي شفناه مع المنتخب المغربي وقدم اداء كبير جدا في كاس العالم. كذلك طبعا المنتخب الجزائري في فتره من الفترات حط بلان، اعتقد المنتخب المصري لازم يشتغل ويعمل بلان بشكل كبير جدا. الفتره الاخيره طبعا بدانا يعني نظهر، وصلنا 2 نهائي في أمم أفريقيا الأخيرة، أعتقد السنة دي طبعا في كوتوفوار أنا شايف طبعا مع مستر لوي فيتوريا ممكن إن شاء الله نوصل لأدوار متقدمة، ولما لا نوصل للمباراة النهائية وناخد البطولة. أعتقد يعني الفترة الأخيرة المنتخب يعني شغال بشكل كويس مع مستر لوي فيتوريا، فأنا شايف النقطة الرئيسية يعني كان المفروض يبقى فيه بلان، وأعتقد مع مستر لوي فيتوريا حتى لا قدر الله لو خسرنا أمم أفريقيا مستر لوي فيتوريا يكمل المشروع إن شاء الله. ده في الفترة الأخيرة، قبل الفترة الأخيرة بقى اللي أنت بتتكلم عنها في سنين طويلة بندور فيها على المنتخب ليه؟ هي دي بقى المشكله، ان اصلا الدوري المصري بالنسبه لي ضعيف جدا، ما فيش منافسه كبيره جدا، دوري ما بيعرفش يطلع لعيبه للمنتخب بشكل كبير، كنا بنعتمد على محمد صلاح بس طبعا، ده بيبقى نقطه سلبيه جدا، منتخب مصر يعتمد على لاعب اعتقد دي امر غير جيد. فلازم طبعا كان يبقى فيه سكواد بشكل جيد، المنتخب المصري طبعا كان بعيد بسبب انا بكلمك على قرب 12 سنه 13 دي حقيقه 13 يعني فاهم ازاي؟ فبنتكلم في 13 سنه دي ما ينفعش طبعا، حاجه صعبه جدا، ولكن بسبب البلان ما كانش بيبقى فيه بلان، ممكن كنت تجيب مدرب فتره ويمشي، ما كانش بيبقى فيه استقرار فني بشكل كبير جدا، كمان القوام بتاع اللعيبه كان بيبقى غير متناسق مع بعض. ولكن انا شايف الفتره الاخيره نتمنى طبعا يعني احنا في الطريق الصحيح، انا شايف كده يعني وجهه نظري مع روي فيتوريا يعني احنا كده ماشيين شويه في طريق الاصلاح. عايز تقول والله بص، هو المشكلة مش في المدير الفني ان هو ما بيبقاش على قدر، على فكرة انت جربت مديرين فنيين اسماء كتيرة جدا نجحت مع منتخبات تانية بالمناسبة اكتر ما نجحت معاك، لكن ده بيخليك تأكد او الفكرة تتأكد ان مشكلة مش في الاختيار على قد ما المشكلة في المنتاليتي، المنظومة، في حاجة يعني في حاجة هي عارف يا كريم اللي زي تخليك محلك سر، مش قصة ان انا مش عارف اختار بدليل ان انا بقاء الوضع التعيس ده على ما هو عليه في مصلحة جهات او افراد او للأسف دي للاسف طبعا المنظومه الرياضيه عندنا يعني طبعا يعني ما بتعملش لصالح المنتخب ولا للدوري، بيبقاش في بلان بشكل واضح. فطبعا نتمنى المسؤولين يعني ووزير الشباب والرياضه يبقى فيه يعني بلان اكتر من كده. هو الملامح ده ابتدت دلوقتي مع فكره تغيير يعني الدوري، دلوقتي دوري النيل مش طبعا في الاسم فقط اختلف، واختلف منظومه كامله، مع بلس كمان ان انت دلوقتي بتتكلم في التحكيم، بتبتدي تهتم بالملاعب، بتبتدي تهتم بامور مختلفه وعيد قاعدة الناشئين اللي لسه ما شفناش بصراحة تغيير قوي فيها يعني، بس يعني محطوطة كانت على الخطة، منتخب الأولمبي والمنتخب الشباب يعني أعتقد يعني في بلان اتحطت بس لسه الثمار بتاعتها يعني لم تؤتي لسه. دي فعلا دي حقيقة، في تطوير في كذا ملف الفترة الأخيرة، كمان الرابطة عاملة شغل جيد في الدوري، الدوري كمان يعني ظهور أندية زي البنك وسيراميكا وبيراميدز وفيوتشر وزد، ده هيدي قوة أكتر للدوري. فأنا أعتقد الفترة الأخيرة طبعا هيبقى في تحسن، وزي ما قلت لحضرتك يعني البلان ممكن بيحتاج لوقت عشان يجلس ماره، المهم نمشي يعني الحمد لله. الوقت يسرقنا برضه، عايزين نعرف لو ليك أي تحفظات على جوائز الكاف اللي تم إعلانها امبارح، استحقاق من عدم، وشفت الجوائز دي ازاي؟ أنا شايف كل الجوائز بصراحة يعني منطقية، فيكتور أوسيمين يستحق أفضل لاعب خارج القارة، قدم بطولة مميزة جدا مع نابولي وخد الدوري وهداف الكلياتشو، كمان كان هداف التصفيات مع المنتخب النيجيري، طبعا حارس المرمى ياسين بونو برضه يستحق مع كامل الاحترام لمحمد الشناوي طبعا، ما يقللش من قيمته، ولكن ياسين بونو خد اليوروبا ليج مع إشبيلية،
طبعا شفناه مع المنتخب المغربي وصل لقبل نهائي كاس العالم. اعتقد التفصيله دي هي اللي ادت له افضليه. طبعا دي نقطه رئيسيه. وبالنسبه طبعا لافضل لاعب داخل القاره بيرسي تاو، واعتقد يستحق بيرسي تاو، وقدم موسم مميز مع النادي الاهلي، حتى مع منتخب جنوب افريقيا قدم اداء جيد، وكان ليه اسهامات تهديفيه مع النادي الاهلي 10 اسهامات تهديفيه. ده الرقم ده ما اتحققش من ايام محمد ابو تريكه في 2006. فاعتقد يعني كانت كلها جوائز مستحقه للاعبين اللي خدوها يعني. نادر نورتنا بجد كالعاده يعني، نشكرك جدا على وجودك معانا. شكرا ليك. انا اسعد والله يا استاذ نواند، ودايما بكون سعيد وانا موجود في قناه الاهلي وموجود مع حضرتك ومع الاستاذ كريم طبعا. نورتنا وشرفتنا، وان شاء الله نلتقي على خير قريب باذن الله. شكرا لوجودك معانا، وشكرا لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعه. بكره باذن الرحمن حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليكم.